السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض المحاضرة رقم 4 اللي هي بتكون استكمال لموضوع البولين الجبرة. في المحاضرة السابقة احنا اتكلمنا على البولين الجبرة، الأول قمنا بتعريفه وبعد كده شفنا إزاي نقدر نستخدمه للتعبير عن الدوائر المنطقية. يعني قلنا أي دائرة منطقية يمكن صياغتها في صورة logical expression أو في صورة معادلة. هذه المعادلة بعد كده يمكن استخدام بعض قواعد البولين الجبرة لعمل عملية تبسيط أو simplification لهذه المعادلة. وطبعا التبسيط يؤدي إلى إيه؟ يؤدي في الآخر إلى إن إحنا نقلل عدد الجيتس اللي هي موجودة في الدائرة. وطبعا كل ما الجيتس تقل كل ما يبقى أفضل، لأن معنى كده إيه؟ إن إحنا ممكن نستطيع الحصول على فانكشن معينة أو وظيفة ما بعدد أقل من الجيتس، وبالتالي بنوفر في النمبر أوف جيتس اللي هي بالتبعية هتوفر في الباور كونسامشن او استهلاك الباور للدائره ديت، وبالتالي هتوفر برضو في البرايس او السعر بتاع الدائره. فعمليه السمبليفيكيشن تعتبر مفيده وبتؤدي الى مكاسب جيده جدا بالنسبه لتصميم الدوائر. طب النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنكمل في البولين الجبرا طريقه اخرى هنستخدمها اسمها الكانونيكال اند ستاندرد فورم. الطريقه ديت بتبقى هي عباره عن وسيله من خلالها يمكن استنتاج المعادلة المنطقية بس من ايه؟ من التروث تيبل. يعني جيفن هيبقى معطى لينا التروث تيبل، وبعد كده احنا نقدر نستطيع من التروث تيبل ان احنا نستنتج منها المعادلة، وبعد كده نعمل تبسيط لو عاوزين الى اخره. لكن اهم حاجة ازاي نقدر نستنتج المعادلة من التروث تيبل. طبعا التروث تيبل هو جه منين اصلا؟ هو بيجي اصلا من التصميم نفسه. يعني التروث تيبل عامة بيستخدم to represent requirements for the system. يعني الاكزامبل اللي قدامي البسيط دوت اللي هو التوضيحي، من خلاله هنشوف وصف معين لدائرة معينة. هذه دائرة يمكن صياغتها او اعادة صياغتها باستخدام التروث تيبل، وبالتالي يمكن ايه؟ وصف الدائرة باستخدام التروث تيبل. بعد ما يتم وصف الدائرة باستخدام التروث تيبل، هيبقى الخطوة اللي بعد كده ان انا احول التروث تيبل الى equation، معادلة، عشان بعد كده اقدر استطيع ان انا اطبق عليها اللي قواعد البولين الجبرا، واقدر اعمل سمبليفيكيشن واحقق مكاسب زي ما قلنا في توفير الباور وتوفير الجيتس وتوفير البرايس كل الحاجات ديت. وبالتالي اذا تعال نشوف ازاي. طب مثلا المثال البسيط اللي قدامنا دوت، نشوف ازاي يتم عمل استنتاج التروث تيبل ان التوصيف. فتعال نشوف كده ايه المطلوب هنا. المسألة بيقول لك ايه مطلوب منك؟ اتس ريكوايرد وديزاين، هنصمم سيمبل سيركت سيمبل سيستم، نظام بسيط جدا او سيركت بسيطه، كنترول لامب ان انا اتحكم في لامب مصباح اروم. عندي في مصباح موجود في حجره وانا عاوز اتحكم في هذا المصباح. وازاي اتحكم فيه او ايه المطلوب يعني بالظبط؟ اللامب والمصباح دوت should go on when there is someone in the room. يعني لما يبقى شخص يدخل الروم الحجره يحصل ايه؟ يصبح اللامب يعني يضيء كده بس. and we are at night، يعني في شرطين هنا. يعني لازم عشان المصباح يصبح مضاء ومطفي في الاول يكون، عشان يتحول من اوف لاون يصبح اون، لازم حاجتين يحصلوا: ان شخص يدخل الغرفه، وفي نفس الوقت تكون الدنيا عندنا نايت، يعني يكون الدنيا ليل، يعني مفيش ضوء في الخارج. لو ايه؟ لو حصل الشرطين دول، ان الروم كانت someone in the room and مفيش ضوء في الخارجي، ساعتها يحصل عملية ايه؟ ضاءة اللامب. قلص معناها لو ده ما حصلش، لو لا كانت العملية سواء كانت احنا in the morning في الصباح، او كانت مفيش موجود شخص موجود في الغرفة، سواء دي او ديت، دي معناها else معناها نفي السابق. يعني لو ما حصلش الكلام دوت، معناها مثلا if you are in the morning او no one in the room، ما فيش حد موجود في الروم، ساعتها اللامب بتكون اوف. وصف المشكله دلوقتي، احنا المشكله دي عشان نعملها او نصمم لها دائره معينه تتحكم في اللامب بالشكل دوت، انها تضيء فقط في حاله لما تكون someone in the room and we are at night، وغير كده بتطفي. فاحنا عاوزين نصيغ او نعمل اعاده صياغه لهذا التصميم في صوره تروث تيبل. نستخدم السوليوشن التروث تيبل ان احنا نترجم هذه المواصفات او التوصيفات لتروث تيبل.
فالتروث تيبل ار يوزد ريبريزنت ذا ريكويرمنتس فور ذا سيستم وبي ديزاين. هبدا احاول اصيغ التروث تيبل من التوصيف دوت. بيعمل ايه تاني؟ ات كلاريفايز وات از ان ذا ديسكرايبد اوتبوت فور ذا ديفرنت ستيتس اوف ذا انبوت. يعني لازم احدد من الوصف دوت الانبوتس والاوتبوت، لان التروث تيبل زي ما شرحنا المحاضره السابقه عباره عن جزئين، الجزء الاول بيحتوي على الانبوتس والجزء الثاني بيحتوي على الايه؟ على الاوتبوتس. وبعد كده من التروث تيبل نقدر نستنتج ونعمل زي ما هنشوف بقى النهارده موضوع المحاضره اليوم، نقدر نستنتج منها المعادلات المنطقيه اللي بعد كده هنعمل لها سمبليفيكيشن. فتعالى نستنتج الايه؟ التروث تيبل. دلوقتي بالنسبه لهذه المساله او هذه المشكله، عندي كام انبوت؟ لو بصينا كده هتلاقي عندنا اثنين انبوتس، في حاجتين يعتبروا انبوتس لينا، اللي هم مين؟ اللي هو someone in the room، يعني شخص موجود في الغرفة أو خارج الغرفة، ده input من الانبوتس أو من المدخلات اللي عندي، إن يكون الشخص يا إما في الحجرة أو خارج الحجرة. والانبوت الثاني اللي هو حسب الحالة بتاعتنا، هل هي نايت ولا مورنينج؟ هل إحنا في الصباح ولا في المساء؟ يبقى إذا عندي two inputs هنا في الحالة ديت، اللي هي someone in سواء كان in the room أو out of the room، on off يعني إما داخل الروم أو خارج الروم، هل احنا ات نايت ولا ات ذا مورنينج. يعني لو خلينا مثلا ات نايت معناها زيرو يبقى المورنينج معناها واحد، او العكس لو خلينا المورنينج معناها واحد يبقى النايت زيرو. المهم عندنا حالتين للايه؟ الحاله اللي حوالينا، يا اما نايت يا اما مورنينج. وبالتالي بقدر الجدول بتاعي بقى تروث تيبل دلوقتي ان يحتوي على تو انبوتس وليكن نسميهم مثلا اكس وواي، بحيث ان الاكس دوت هو معناه يساوي واحد انت in someone in the room، يساوي صفر انت otherwise، يعني لو كان الشخص مش في الروم. يبقى لو الشخص موجود داخل الحجرة الغرفة اذا الاكس بواحد، لو الشخص خارج الغرفة يبقى الاكس ايه؟ بزيرو. ادي الانبوت الاولاني اللي هو الخاصة بايه؟ هل الشخص داخل الغرفة او خارج الغرفة. الانبوت الثاني اللي هو الدنيا حوالينا شكلها ايه؟ هل هي morning ولا night؟ نسميه واي برضه. الواي بتساوي واحد معناها وي ار ان ذا مورنينج، زيرو معناها وي ار ات نايت. وبالتالي يبقى الانبوت الثاني واي ده اللي بيدل على هل احنا ات نايت ولا ات ذا مورنينج. نايت معناها واحد، مورنينج معناها ايه؟ زيرو. الاوتبوت ايه؟ الاوتبوت هو اللامب نفسها، اما هتبقى مضيئه اما مطفيه. فامتى تبقى مضيئه؟ طبعا ما عندنا اثنين انبوت زي ما قلنا المره اللي فاتت في التروث تيبل، وعندي تو انبوت عندي 2 اس 2 احتمال، يعني اربع احتمالات ليهم. ايه؟ ممكن يبقى 0 0، ممكن يبقى 0 1، 1 0 1 1. دول الاربع احتمالات الموجودين. 0 0 الاولانيه معناها ايه؟ معناها ان احنا ان الشخص نوت ان ذا روم سايد ذا روم، و0 معناها ار ات نايت. 0 1 معناها ان هو نوت ان ذا روم و ار ذا مورنينج. 1 0 معناها واحد معناها are in the morning، و0 معناها اسف 1 معناها we are in the room و someone in the room، و0 معناها ان احنا at night. اخر واحده 1 و1 معناها ان الشخص in the room و are in the morning. طبعا انت المصباح يبقى on يبقى بواحد فقط في الحاله دي بس، زي ما قال لك في الوصف بتاع المساله ان يكون someone in the room يا واحد في نفس الوقت 0 y و0 يعني ايه؟ يعني we are ايه؟ at night. We are ايه؟ at night. فده بالنسبة لإيه؟ طبعًا للوحيدة اللي هتبقى بواحد اللي هي الحالة ديت. كل الحالات بس 0 0 معناها someone not in the room، وبالتالي وكمان في نفس الوقت at night لكنه not in the room، الشرطين مش متحققين، وبالتالي يبقى اللامب 0، الأوتبوت بتاع اللامب اللي هنسميه زد هنا بيساوي 0. نفس الكلام هنا 0 معناها someone not in the room، 1 معناها إن we are 1 معناها دايرة الواي معناها we are in the morning. برضو هذا الشرطين غير محققين، فيبقى الايه؟ الزد بزيرو، المصباح او اللامب اوف. اخر واحده 1 1 يعني ان واحد سمون ان ذا روم ولكن وي ار ان ذا مورنينج، وبالتالي برضو يبقى بصفر. فالحاله الوحيده اللي بواحد اللي هي امتى؟ لما تكون هذا الشرط. بنشرح المثال ده ليه؟ عشان نوضح لك ان التوصيف المشكله قدرنا ان احنا نترجمه في صوره ايه؟ في صوره تروث تيبل. هذا التروث تيبل زي ما انت شايف احتوي على مجموعه من الانبوتس الاوتبوتس. الانبوتس في الحاله المثال ده هم اثنين انبوتس اكس وواي، الاوتبوت عباره عن زد. وبالتالي المطلوب بعد كده بقى عشان ابدا اصمم هذه الدائره
اللي بتحقق هذا التوصيف، ان انا اخد هذا الجدول التروث تيبل واحوله في صوره ايكويشن، في صوره ايكويشن او في صوره لوجيكال اكسبريشن. كده المطلوب دلوقتي، وده اللي احنا بقى هنعمله ونشرحه باقي المحاضره اليوم، ازاي نقدر نعمل ترانزليشن او ترجمه لهذا التروث تيبل اللي هو بيمثل تصميم معين لدائره منطقيه معينه، كيف ان احنا نقدر نحوله في صوره ايكويشن، وبعد كده هذه الايكويشن يمكن تطبيق عليها قواعد البوليان الجبرا تو سمبليفاي عشان نعمل لها تبسيط بعد كده. طبعا ازاي هنعمل الكلام ده بالنسبه للمثال ده نخليها في اخر محاضره، في اخر السلايد في المحاضره، لكن دلوقتي الاول هنشوف الطريقه، نشرح الطريقه المستخدمه عامه للتحويل من التروث تيبل لمين، الى لوجيكال اكسبريشن. هذه الطريقه يطلق عليها اسمها الكانونيكال فورم، بنستخدم حاجه اسمها الكانونيكال فورم. يبقى وي ار يوزنج فورم او شكل معين اسمه الكانونيكال فورم تو كونفرت التروث تيبل الى لوجيكال اكسبريشن. الكانونيكال فورم هي كمان تنقسم او يندرج تحتها نوعين. النوع الاول بيسمى سم اوف مين تيرم، والطريقه الثانيه اسمها برودكت اوف ماكس تيرم. يعني في طريقتين انتموا للكانونيكال فورم، يعني سم اوف مين تيرم وبرودكت اوف ماكس تيرم، دول اسماء الطريقتين اللي هم يتبعوا الكانونيكال فورم، يعني الاثنين دول اسمهم كانونيكال، يطلق عليهم كلمه كانونيكال فورم. كانونيكال فورم دي طريقتين، عشان ايه مره ثانيه؟ عشان ان انا اقدر استنتج من التروث تيبل الايه؟ البوليان فانكشن، يعني جيفن او معطاه ليا التروث تيبل، اطبق واحده من هذه الميثودز اللي هي سواء السم اوف مين تيرم والبرودكت اوف ماكس تيرم، ليه؟ لاستنتاج البوليان فانكشن اللي هي مرتبطه بهذا التروث تيبل. هنبدا باول واحده اللي هي السم اوف مين تيرم، وبعدين يليها البرودكت اوف ماكس تيرم. بس قبل ما اشرح الطريقتين خلينا الاول نعرف يعني ايه مين تيرم، يعني ايه ماكس تيرم. طبعا كلمه تيرم بس لو خدناها لوحدها كده، كلمه تيرم معناها حد، اي معادله مكونه من مجموعه من الحدود، الحد الاول الحد الثاني وهكذا. مثلا عندك اف مثلا بتساوي اكس واي اور مثلا زد اكس، دي معناها ايه؟ دي معادله مكونه من كام حد، من حد ده الحد الاول وده الحد الثاني، كل جزء ده بنسميه حد من الحدود او تيرم. فاحنا بنتكلم هنا اذا بالنسبه للمين تيرم الماكس تيرم هي مجموعه من الحدود، لكن واحده منهم هنسميها مين تيرم، وكلمه مين اختصار كلمه مينيمم او الاقل، الحدود الصغرى، من جاي من مين يعني مينيمم، الماكس تيرم يعني جاي من ماكسيمم اللي هي الحدود العظمى او الكبرى. فده التعريف او الترجمه الايه العربيه، لكن تعال نشوف بقى الترجمه الفنيه بتاعتها، يعني ايه مين تيرم ويعني ايه ماكس تيرم. قبل ما نتكلم على السم اوف مين تيرم والبرودكت اوف ايه اوف ماكس تيرم، ما هو المين تيرم؟ المين تيرم هو عباره عن مجموعه من التيرمز بتستخدم الاند، تستخدم ايه؟ البوابه الاند. يبقى اذا دايما على طول كده اربط المين تيرم بالايه؟ بالاند على طول. يبقى المين تيرم هي عباره عن اند تيرمز، اند بالايه؟ with every variable present in either true or complemented form. يعني هو اند ما بين variables اللي موجوده عندي، هذه variables قد تكون ترو يعني مثبته، او قد تكون complemented يعني ايه منفيه. يطلق على هذا الترم في بعض الاحيان ستاندرد برودكت ترم. ليه برودكت ترم؟ لان احنا قلنا بنستخدم الاند، دايما الاند الرمز بتاعها بيكون دوت او نقطه، فالنقطه ديت معناها برودكت، فبيطلق على هذا الترم في بعض الاحيان ستاندرد برودكت ترم. تعريفه يبقى المين تيرم هو عباره عن مجموعه من التيرمز بتستخدم الاند جيت، وساعات يطلق عليها ستاندرد برودكت تيرم. تعالى نشوف نستنتجها ازاي. تعالى نشوف مثلا لو انا عندي في التروث تيبل مجموعه من الفاريبلز بتساوي ان فاريبلز، لو الجدول بيحتوي على او التروث تيبل على ان فاريبلز انبوت، ففي هذه الحاله نستطيع مباشره ان احنا نستنتج من الجدول عدد 2 اس ان من تيرم. لو عندي ان فاريبلز في المشكله بتاعتي او في المساله، اقدر استنتج من هذا التروث تيبل عدد 2 اس ان من تيرم. يعني مثلا لو كان عندي تو فاريبلز، عدد الفاريبلز هو ان يعني 2، يعني الان بتساوي 2 المثال اللي خدناه من شويه، وليكن التو فاريبلز دول هم اكس وواي، عددهم كام؟ 2. ده معناه ايه؟ ان انا اقدر استنتج
منهم ان انا عندي كام من ترم؟ ان انا عندي 2 اس 2 من ترم، يعني عندي حوالي 4 من ترم. طيب يبقى اذا وعندي 2 فاريبلز انبوت فاريبلز، يبقى اذا انا محتاج او اقدر استنتج من الجدول او من التروث تيبل 4 من ترم. 4 من ترم دول تقدر استنتجهم بقى، كل ترم من دول زي ما قلنا هو عباره عن اند ترم بين الايه الفاريبلز اللي موجوده اللي هي الاكس والواي، سواء كان الاكس مره مثبت ومره منفي. تعال نجيب كل الاحتمالات. اول حاجه ان يكون هما الاثنين نورمال او مثبتين، الاكس والواي اللي هو يعني اكس واي الاثنين مثبتين، وقلنا هو بينهم اند، احنا قلنا اند ترم. ادي المين ترم الاولاني. المين ترم الثاني ان يكون الاكس مثبت نورمال والواي كومبلمنتد، يعني الاكس هو المثبت لكن الواي يكون منفي. ادي الايه الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث المين ترم الثالث ان يكون الاكس كومبلمنتد والواي نورمال، يعني الاكس هو المنفي والواي هو الايه المثبت. اخر حاجه يكون هما الاثنين كومبلمنتد، يعني منفيين هما الاثنين، يعني اكس بار واي بار. خلي بالك كلمه كومبلمنت يعني منفي، وساعات بنسميها يعني متمم، وساعات بنسميها مكمل، يعني دول ثلاث حاجات من نفس المعنى، اما نفي منفي اما مكمل متمم. دول هما الاربع احتمالات اللي عندي للايه للتو انبوتس. كل واحد من دول هنسميه مين ترم. المين ترم الاول اللي هو اكس اند واي، الثاني اكس اند واي بار، اكس بار اند واي، اكس بار اند واي. يبقى كده بنحتوي على كام؟ على 4 مين ترمز. لو شفنا هنا كل ترم منهم عباره عن الاند جيت ما بين الفاريبلز الانبوت فاريبلز اللي هم بيكونوا مره مثبت ومره ايه منفي، بيجيب كل الاحتمالات، فعندنا 4 احتمالات موجودين عندنا. الايه اللي هو المين ترم. طب ايه هو الماكس ترم؟ احنا قلنا في حاجه طريقتين، في حاجه اسمها سب اوف مين ترم، حاجه اسمها برودكت اوف ماكس ترم. فلازم نعرف الاول يعني ايه مين ترم ويعني ايه ماكس ترم. الماكس ترم هو شبه بالظبط المين ترم، ولكن الترم بتاع الماكس بيكون بيستخدم بدل الاند بيستخدم الاور، يعني ممكن نطلق عليه هو اور تيرمز، هو حدود بيستخدم الاور برضو ويز افري فاريبل، مره بيكون ترو او مثبت اور كومبلمنتد او منفي. ويطلق على هذا الحد اللي هو الماكس تيرم بعضه بيسموه ستاندرد سام تيرم. ليه ستاندرد؟ ليه سام؟ ليه بيسموه ستاندرد سام تيرم سام؟ ليه؟ لان الاور احنا قلنا دايما بنرمز لها بالرمز ايه بلس، الاور بيرمز لها بالرمز بلس، وبالتالي يبقى في هذه الحاله بنطلق على هذا الترم ستاندرد سم ترم. برضه نفس الكلام لو انا عندي تو فاريبلز في التروث تيبل وليكن اكس واي، ده معناه ايه؟ معناها ان انا عندي كم ماكس ترم؟ هيبقى عندي برضه 4 ماكس ترم. اجيبها منين؟ القاعده بتقول لي 2 اس النمبر اوف ايه اوف فاريبلز، يعني 2 اس 2 الان هنا عندنا ب 2 يبقى 2 اس 2، فعندي هنا في الحاله ديت 4 ماكس ترم. بس الماكس ترم في الحاله دي هل هي اند جيت؟ هل هي اند تيرم ولا اور تيرم؟ لا هي اور تيرم، بتستخدم الايه المره دي؟ بتستخدم الايه اللي هي الاور جيت. وبالتالي لما اجي اعملها هنبدا الاول، لو كان الاكس والواي الاثنين مثبتين نورمال يبقى الترم الاول كده عباره عن اكس اور واي، ادي الحد ادي الماكس تيرم الاول. الماكس تيرم الثاني اكس نورمال والواي كومبلمنتد بينهم اور، اور ليه؟ احنا قلنا دي اسمها ماكس تيرم. الحد التالت هنا بيكون الاكس كومبلمنتد والواي نورمال مش كومبلمنتد، الاثنين في الاخر كومبلمنتد. دول 4 برضو ماكس تيرم، دول اسمهم ماكس تيرم. يبقى ما استخدم الاور ما بينهم ونخلي الترم في صوره اور، يبقى دول اسمهم ماكس تيرم. يبقى انا كده ايه عندي طريقتين اهم زي ما انت شايف، واحده اسمها المين تيرم والثانيه اسمها الايه ماكس تيرم. دلوقتي بقى نتكلم على ايه، نشوف برضو نفس التعريفات بتاعت المين تيرم والماكس تيرم، ولكن المره دي على 3 فاريبلز، على 3 فاريبلز. فنشوف نعملها ازاي، وفي شويه كده تعريفات لازم ناخد بالنا منها لما نيجي ننشئ المين تيرم والماكس تيرم. نبدا الاول بالمين تيرم. 3 فاريبلز مين تيرم. 3 فاريبلز معنى كده عندنا في الانبوت 3 فاريبلز وليكن اكس واي قدام 3 فاريبلز، يبقى عندي كام احتمال كام صف في الجدول في التروث تيبل؟ يبقى 2 اس 3 هو هيساوي كام؟ هيساوي 8 صفوف بكل الاحتمالات. اسهل طريقه عشان نكتبهم من غير اي مشاكل، نبدا بالعمود الاول او بالانبوت الاولاني اكس، نخلي نصف الصفوف اصفار، النصف الثاني حايد، 4 اصفار
واربع وحيد. بعدين نيجي للصف اللي بعده، صفرين نص على طول، صفرين واحدين بعد صفرين وبعدين واحدين، نيجي في اخر واحد اللي هو الزد عباره عن صفر واحد صفر واحد صفر واحد، يعني بحيث كل واحده نص التاني. هتلاقي في الاخر المحصله تلاقي كل الاحتمالات اصبحت موجوده عندك. هتلاقي الاحتمال الاول دوت 0 0 0، طبعا كلمه 0 0 0 اللي هي المقابل لرقم واحد في رقم 0 في النظام الثنائي، 0 0 0 معناها 0. 0 0 1 زي ما خدنا زمان اللي معناها 1، 0 1 0 معناها مقابله لرقم 2، 0 1 1 مقابله للرقم 3، 1 0 0 مقابله لرقم 4، 1 0 1 رقم 5 مع رقم 6، اخر واحده اللي هي 3 وحيد يعني رقم 7. دلوقتي نتكلم بقى على المينترم. عشان نطلع المينترم او الاكسبريشن بتاع المينترم لكل صف من هذه الصفوف هنعمل ايه؟ هنبص على المتغيرات اكس وواي وزد. لو المتغير كان زيرو يبقى لو كان قيمته زيرو معناه يبقى هذا المتغير منفي، ولو كان قيمته بتساوي واحد يبقى هذا المتغير قيمته مالها مثبته. وبالنسبه للمينترم دايما بيكون العنصر المثبت دايما اللي هو الواحد، المنفي اللي هو الزيرو. يعني لما نيجي نتكلم على المينترم ففي معلومه مهمه جدا تاخد بالك منها، ان لما يكون العنصر مثبت، كلمه مثبت يعني ايه؟ يعني not complemented غير منفي، او في بعض الاحيان بيسموه unprimed. ولو unprimed او not complemented ففي الحاله دي بيكون قيمته بواحد. لو كان قيمه الانبوت بزيرو فده معناه ان هو بيكون complemented او منفي، او بنسميه احنا مسمى اخر كلمه primed. بعد كده نعمل اند جيت ما بين الفاريبلز، زي ما احنا قلنا المين تيرم هو في الاخر اند جيت او اند تيرم، وبالتالي هنستخدم معاه الايه الاند تيرم. فتعال نكون كده المين تيرمز بتاعه الجدول دوت. فاول واحد هيبقى 0 و0 و0 كلهم اصفار. كام 0 يعني ايه؟ قلنا 0 على طول معناها انه برايمد، برايمد يبقى المتغير برايمد. برايمد يعني ايه؟ يبقى الاكس لو هو 0 يبقى هنا اكس بار واي بار زد بار، لان هما الثلاثه ايه قيمتهم زيرو، وبينهم اند، لان احنا قلنا ايه ان المين تيرم بيستخدم الاند جيت. ونطلق ونسمي هذا الترم او المين تيرم نسميه ام سمول كده جنبيه رقم زيرو. رقم زيرو جه منين؟ لان القيمه الثنائيه لهذا الصف اللي هي كام؟ اللي هي زيرو. يبقى ده اسمه ام ايه؟ ام زيرو. واللي بعده عباره عن ايه؟ الاكس منفيه، واي منفيه، زد مثبته، يبقى ايه؟ اكس بار واي بار زد، اهو اكس بار واي بار زد. يبقى ده الايه المين تيرم المقابل المكافئ لهذا الصف. هنسميه ايه؟ هنسميه ام كام؟ ام واحد، ليه واحد؟ لان برضه القيمه الثنائيه لهذا الصف كام؟ واحد. اللي بعده هيبقى اكس بار واي زد بار، اكس بار واي زد بار، وده هيبقى اسمه ام 2 0 1 0. اللي بعده هيبقى اكس بار واي زد، اكس بار واي زد، هو ام 3. اللي بعده هيبقى اكس واي بار زد بار، عن اكس هنا بواحد لان الاكس بواحد يبقى اكس، بعدين هنا 0 0 يبقى واي بار زد بار، وده ام 4. بعدين اكس واي بار زد اللي هي طبعا في مقابله اللي هي ام 5، بعدين اكس واي زد بار ام 6، اخر واحد يبقى 3 مثبتين 1 1 1 او 3 ان برايمز، يبقى اكس واي زد هي ام 7. يبقى عندي هنا 7 مين تيرمز، ونرمز للمين تيرم حرف الام سمول، يعني كده ام سمول كده، وحط الاندكس هنا الرقم، الرقم ده بيدل على ايه؟ على رقم الصف، صف 0 او 1 او 2 حسب القيمه الثنائيه للايه؟ للانبوت. يبقى اذا طبعا ساعات بيسموا هذا الرقم اللي هو الصغير دوت بيسموه اندكس. ام 0 ام 1 ام 2 ده الاندكس بتاع الايه؟ بتاع المين تيرم، ده الاي. طبعا ده هو جدول، يبقى ده المين تيرمز الخاصه لو عندي 3 فاريبلز. يبقى في المين تيرم بيستخدم الاول حاجه الاند جيت. نمرة واحد. نمرة اثنين، العنصر بالنسبة له اللي هو المثبت معناه ان هو قيمته واحد، لو واحد معناها مثبت، لو زيرو معناها منفي. يبقى الاثبات هو الواحد والزيرو هو المنفي، وبالتالي لو لقيت المتغير زيرو يبقى مثبت، يبقى منفي، لو لقيته واحد يبقى ايه مثبت، وحط اند بينهم اطلع الايه المين تيرمز المختلفة. ده بالنسبة للثري فاريبلز مين تيرم. نتكلم على الثري فاريبل ولكن ماكس تيرم. فبالنسبه للثري فاريبل ماكس تيرم نفس الفكره برضو، جدول عندي ثلاثه انبوتس اهو اكس واي زد،
8 احتمالات بنفس الطريقة، أصفار 4 وحايد، 0 1 0 1 0 1 يعني 0 1 0 1 0 1 بيديني كل الاحتمالات اللي هي ايه؟ 0 1 لغاية كام؟ لغاية 7. وبعدين الجزء ده اللي هو اللي احنا خدناه من شوية اللي هو المين تيرم، دول المين تيرم اللي احنا شرحناهم من شوية. دلوقتي بقى هنضيف الايه؟ الجزء بتاع الماكس تيرم. هنا اضافه مع المين تيرم عشان تبقى شايف الاثنين مع بعض. دلوقتي بقى بالنسبة للماكس تيرم، لا بيستخدم بدل الاور الاند بيستخدم اور، بيستخدم اور جيت، التيرم نفسه بيستخدم اور وليس اند. الحاجه الثانيه لما يكون المتغير مختلف عن الثاني قالوا تايمد منفي كومبلمنتد، معنى كده ان قيمه المتغير هذا بتساوي واحد، يبقى لو لقينا واحد عكس المين تيرم، لو لقينا واحد يبقى معنى كده ان المتغير از برايمد او كومبلمنتد منفي، لو لقينا قيمه المتغير زيرو معناه ان هو مثبت او ان كومبلمنتد او ان برايمد. نحط بينهم اور، تعال نبص على اول واحد 0 0 0 دول مالهم؟ كلهم اصفار، يبقى ايه؟ كام صفر؟ يبقى ان برايمد، يبقى مثبت، يبقى ايه؟ يبقى اكس اهو واي زد وبينهم ايه؟ اور جيت، وبينهم الاور. بعديه 0 0 1 نفس الكلام، 0 يبقى مثبت، 0 مثبت، الواحد منفي زد بار بينهم الاور. اللي بعده 0 1 0، 0 قلنا معناها مثبت يبقى اكس واحد معناها واي بار وبعدين زد مثبت لانه صفر. هكذا بقى اللي بعده 0 1 1 0 اكس 1 واي بار 1 زد بار هكذا. اخر واحد مثلا على سبيل المثال 1 1 1 كلهم واحد يبقى كلهم منفيين اكس بار واي بار زد بار وبينهم اور جيت. المره دي بقى هنسمي كل تيرم من دول اللي هم الماكس تيرمز دول هنسميهم بقى ام برضو، ولكن ام كابيتال بدل ام سمول، يبقى ام 0 ام 1 ام 2. وطبعا رقم 0 او الاندكس ده اللي هو حسب ايه؟ عدد او رقم الصف نفسه، ده رقم نمره 0 0 0 0 او 1 او 2 الى اخره، وبالتالي ده الماكس تيرم الخاص بمين؟ ايه الجدول. يبقى اذا هذا الجدول ممكن استخدم مع المين تيرم بالطريقه اللي شرحناها من شويه، او استخدم مع الماكس تيرم. هدول طريقتين بدائل لبعض، يعني مش استخدم الاثنين مع بعض، يا اما استخدم هذه يا اما استخدم هذه، استخدم المين تيرم او الماكس تيرم عشان بعد كده اقدر استطيع ان انا استنتج المعادله من التروث تيبل. فادي بالنسبه لتعريف الايه؟ الماكس تيرم. دلوقتي هنتكلم على بقى العلاقه ما بين الماكس تيرم والمين تيرم، يعني هل في علاقه بينهم وبين بعضهم؟ بمعنى ايه؟ لو اعطى ليا الماكس تيرم هل اقدر استنتج المين تيرم او العكس؟ فعلا في علاقه بتربط بينهم، ان each max term is complement of its corresponding min term. كل max term بيساوي الكومبلمنت بتاع المين تيرم المقابل ليه، والعكس and vice versa. يعني ايه؟ يعني كل max term كل min term بيساوي الكومبلمنت بتاع الماكس تيرم المقابل ليه. فتعال نرجع للمثال بتاع الثلاثه variables. فلو كمان عندي الاول قيمه ال variables x y z 0 0 0 فبالتالي المين تيرم بالنسبه لي عباره عن ايه؟ احنا قلنا في المين تيرم الزيرو هو المنفي، وبالتالي يبقى اكس بار واي بار زد بار وبينهم اند، ده الايه؟ المين تيرم، وده يطلق عليه زي ما قلنا من شويه ام 0. عشان احصل على الام كابيتال 0 اللي هي الماكس تيرم اعمل ايه؟ اخد المين تيرم دوت اعمل له كومبلمنت انفي عن طريق دي مورجان، فاخد الاكسبريشن اكس بار واي بار زد بار اعمل له نفي احصل على، طبعا دي مورجان بتقول ان كل متغير يعكس، فالاكس بار تبقى اكس و الواي بار تبقى واي والزد بار هتبقى ايه؟ هتبقى زد. وكده نحط بينهم اور جيت، ونحط بينهم اور جيت نحصل على الام 0. طب تعالى ناخد مثال تاني مثلا وليكن دوت كده هنا 0 1 1 لما اجي اجيب الميكس المين تيرم ال 0 قلنا معناه منفي، يبقى اكس بار واي زد اللي هو ام 3 انفي ام اكس، يبقى اكس بار تبقى اكس بار واي زد انفي الاكس بار تبقى اكس، الواي تبقى واي بار، الزد تبقى زد بار وبينهم اور، احصل على الماكس تيرم نمره 3. والعكس صحيح، لو انا اعطى ليا الماكس تيرم اقدر احصل على المين تيرم. يعني مثلا لو اعطى ليا دوت اللي هو المين تيرم 0 لو نفيته بدي مورجان الاكس تبقى اكس بار، الواي تبقى واي بار،
والزد تصبح زد بار، يعني بيكون لي والاند والاورت تبقى اند، يعني يكون لي برضو الايه المين تيرم زيرو. يبقى اذا هي كعلاقه بين الماكس تيرم والمين تيرم، ان المين تيرم هي كومبلمنت للماكس تيرم والماكس تيرم كومبلمنت للمين تيرم. ناخد مثال هنا، بس هنا في الحاله دي المثال بيحتوي على اربعه فاريبلز وليكن اي بي سي دي، وعاوزين نستنتج المين تيرم والماكس تيرم لكل الكومباينيشنز اللي موجود عندي ليه اربعه فاريبل. ادام عندي اربعه فاريبلز يبقى عندي كم من تيرم او كم ماكس تيرم؟ يبقى 2 اس 4 اللي هي بتساوي حوالي 16 من تيرم او ماكس تيرم. ترقيمهم يبدا من 0 1 2 لغايه ما اوصل لكام في الاخر، لغايه 15. هنا واخد بس امثله على بعضهم، يعني 0 1 3 و5 و7، يعني بعض الامثله عليهم، لكن هم طبعا عددهم 15 من تيرم و15 ماكس تيرم، ولكن احنا طبعا اللي بيطبق على المثال ده يطبق على باقي الايه المين تيرم والماكس تيرم اللي مش موجوده. نبدا الاول مثلا، تعال نشوف لما نتكلم على ال 0 0 0 اول واحد الايه، لو تعال نفترض ان الفاريبلز اللي عندي الاربعه فاريبلز هو اي بي سي دي، بالنسبه لما يكون الاي ب 0 او الاندكس ب 0 يعني محتاجين نطلع حاجتين، المين تيرم 0 والماكس تيرم 0. المين تيرم 0 بالنسبه للمين تيرم زي ما قلنا ان الزيرو معناها منفي، ادام اربع اصفار يبقى اي بار بي بار سي بار دي بار وبينهم اند، ده الايه المين تيرم نمره كام؟ 0. طب الماكس تيرم، الماكس تيرم لا، الزيرو معناها مثبت، يبقى عندي اي بي سي دي وبينهم اور وليس اند، وده بقى اسمه الايه الام 0. طب واحد نفس الفكره، يبقى انا 0 0 0 يبقى اي بار بي بار سي بار، والديب واحد يبقى دي مثبت. العكس بالنسبه للماكس تيرم، اي بي سي والدي بار هو الايه المنفي. تعال ناخد مثال هنا زي ده، مثلا المين تيرم هو عباره عن اي بار بي لانه واحد بعد كده، وبعدين سي بار اللي هو 0 وبعدين دي، ادي المين تيرم اللي هو ام كام؟ ام سمول 5. الماكس تيرم العكس، الزيرو معناه هو المثبت، يبقى ايه وبعدين اور اي بار اور سي اور دي بار، وده الايه اللي هو اللي بيسموه ام كابيتال 5، وهكذا نفس الكلام. لو جينا مثلا هنا نتكلم على دوت، مثلا المثال ده كلهم مثبتين من ترم، يبقى اسمه اي بي سي دي كلهم مثبتين. الماكس ترم يبقى اي بار اور بي بار اور سي بار اور دي بار. دي طريقة ايه استنتاج الماكس ترم والمين ترم من اي مجموعة من الانبوت فاريبلز. كده عرفنا يعني ايه ماكس ترم ويعني ايه مين ترم، تمام كده. دلوقتي بقى هنشوف ازاي نقدر نستخدمهم علشان نستنتج زي ما قلنا الاكسبريشن او البوليان فانكشن من التروث تيبل. فيمكن نستخدم الماكس تيرم او المين تيرم. طريقه استخدامهم عندنا تو فورمز او شكلين لاستخدام المين تيرم والماكس تيرم. لو هنستخدم المين تيرم فيبقى الفورم اللي احنا هنستخدمها اللي هتمكننا ان احنا نستنتج البوليان اكسبريشن من التروث تيبل هنسميها ايه؟ هنسميها سم اوف مين تيرم. ولو هنستخدم الطريقه الثانيه هيبقى اسمها برودكت اوف ماكس تيرم. يبقى يا اما نستخدم السم اوف مين تيرم او البرودكت اوف ماكس تيرم. يبقى ودايما عشان ما تنساهاش، ليه سم اوف مين تيرم؟ المين تيرم نفسه بيستخدم اند اللي هو الدوت، يبقى هنستخدم معاه ايه؟ السم. يبقى سم اوف مين تيرم. الماكس تيرم بيستخدم الاور اللي هي بلس، يبقى هستخدم معاه برودكت، برودكت اوف ماكس تيرم. ده بس ايه عشان ما تنساش الايه التركيبه ديت لو انت ايه عاوز تتعلمها بعلامه معينه. يبقى احنا هنستخدم السم اوف مين تيرم او البرودكت اوف ماكس تيرم، واحنا عرفنا من شويه يعني ايه مين تيرم ويعني ايه ماكس تيرم. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ يا اما نعمل برودكت للماكس تيرمز كلها عشان نستنتج الفانكشن، ونعمل سم للمين تيرمز عشان نستنتج الايه الفانكشن. فتعال نشوف الكلام ده ازاي. نبدا باول واحده اللي هي السم اوف مين تيرم، طريقه السم اوف مين تيرم. وزي ما قلت اوف مين تيرم، زي ما قلت في الاول خالص في اول المحاضره، ان هذه الطريقتين دول
يطلق عليهم كلمة إيه؟ كانونيكال فورم. أول طريقة اسمها سم أوف مين تيرم، المختصر بتاعها اس او ام أو سم أوف مين تيرم، اس او ام أول حرف من كل إيه؟ من كل كلمة. طيب الطريقة دي عبارة عن إيه بقى؟ قال لك جاي قايلها لك بالتفصيل أهي. هيعطى ليك الأول التروث تيبل، جيفن تروث تيبل، والمطلوب منك إن إحنا نستنتج بوليان فانكشن كان بي اكسبريست از سم اوف مين تيرم. عاوزين نستنتج البوليان فانكشن من التروث تيبل في صوره سم اوف مين تيرم. فورمينج ا مين تيرم فور ايتش كومباينيشن اوف ذا فاريبلز ذات برودوس 1. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك روح للجدول او التروث تيبل وابحث عن الصفوف او الانتريز اللي فيه اللي هي قيمتها واحد حسب الفانكشن اللي معطى ليك، واستنتج منها او كون المين تيرم الخاص بيه. طب وبعدين؟ يبقى اذا هروح الجدول او الخطوه الجدول نفسه ادور على الوحيد اللي في الفانكشن الوحيد اللي هلاقيها انشئ ليها قيمه المين تيرم المقابل ليها. خلاص بعد ما انشئ قيم المين تيرمز اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم صم. صم يعني ايه؟ يعني اعمل لهم اور، يعني اجمعهم مع بعض عن طريق الاور وبالتالي احصل على الايه؟ الفانكشن. تعالى نطبق الكلام ده على مثال. نفترض هنا دلوقتي ان ديت الجدول ده تروث تيبل في كام انبوت؟ 3 انبوت اكس واي زد، والفانكشن اللي عندي اسمها اف 1 قيمتها عباره عن ايه؟ معطى ليا بالشكل ده، دي معطى ليا جيفن ليا 0 1 0 0 1 0 0 1. طيب المطلوب ان احنا given the truth table، معطى ليك التروث تيبل، يعني السؤال دلوقتي معناه ايه؟ معطى ليك التروث تيبل، ومحتاجين نعمل اكسبريشن للاف 1 للداله اف 1 باستخدام مين؟ السم اوف مين تيرم. ايه الطريقه؟ بنقول نروح للفانكشن اف 1 وندور على الوحيد، بس نشوف فين الوحيد اهو اللي هم ده وده وده، ومالناش دعوه بالاصفار خالص، ده مع ايه؟ مع السم اوف مين تيرم. اروح لكل واحد من دول استنتج المين تيرم المقابل ليه. طب الواحد دوت المين تيرم بتاعه ايه؟ تعال بص، بالنسبه للمين تيرم الزيرو هو المنفي والواحد مثبت، يبقى اكس بار واي بار زد. والواحد دوت اللي بعده ابص على المقابل ليه هنا عليه كام؟ اكس واي بار زد بار. اخر واحد اللي تحت دوت هيبقى اكس واي زد. وزي ما قلنا الفانكشن دي معطاه ليا، بس المطلوب انك تعبر عنها في صوره sum of mean term. بعد ما اعمل الكلام دوت او واخد الحدود المين تيرمز اللي انا طلعتهم دول اللي هو اكس بار واي بار زد اهو، اكس واي بار زد بار الثاني اللي هو ده، والاخير هو اكس واي زد، واعمل لهم جمع او sum عن طريق اور جيت sum، وبالتالي احصل على الاف 1 في صوره sum of ايه؟ of mean term، اسمها sum of mean term. واضحه كده؟ طبعا لو جينا بصينا اكس بار واي بار زد دي لو جبنا المقابل بتاعها كام في صوره الام هنلاقي كام؟ 0 0 1 لا ام 1، ودي هتبقى 0 1 1 لا ام كام؟ ام اسف 1 0 0 لا اكس واي بار زد بار، يبقى 1 0 0 اللي هي ام كام؟ 4، وهنا 1 1 1 لا اكس واي زد لا ام 7. وبالتالي اف 1 برضو ممكن اعبر عنها بالشكل ده، اقول بتساوي ام 1 بلس ام 4 بلس ام 7. وطبعا ام 1 اللي هي مين؟ اللي هي اكس بار واي بار زد، ام 4 اللي هي اكس واي بار واي بار زد بار، والام 7 اللي هي اكس واي زد. يبقى دي الطريقه الثانيه اللي ممكن اعبر فيها عن الصم اوف مين تيرم، او اكتبها كده بدل ما اعمل جمع اعمل علامه الصم، العلامه ديت معناها علامه الجمع دي صم، اقول ام 1 ام 4 ام 7، وكاني بقول هي نفس الكلام ده، ده هو ده بالظبط، بس بدل ما احط بلس بينهم احط ده اختصار للصم اوف مين تيرم، احط ايه؟ علامه مين؟ علامه الصم اللي هي كده، اسمها علامه ايه؟ المجموع او الصم. وبالتالي اذا كده يبقى الحل بتاع الجدول ده هو عباره عن يا اما يكون بالشكل ده او بالشكل ده او بالشكل ده، وكلهم مكافئين لبعض، كلهم مكافئين لبعض. تعال ناخد بس مثال برضو على ازاي نقدر نستنتج المين السم اوف الاكسبريشن في صوره سم اوف مين تيرم. فمثلا عندك هنا لو معطى ليك جدول
زي هذا given اللي هو الترو ستيبل. فانا باجي استنتج اعمل ايه؟ زي ما قلنا اول حاجه بنعملها ان احنا بنروح للوحايد، ندور على الوحايد ونشوف الوحايد موجوده فين في الجدول، وبعدين نحسب المين تيرم المقابل ليها، نحسب الايه المين تيرم المقابل ليها. فهنلاقي الواحد هنا موجود هنا وهنا وهنا وهنا. اول واحد اللي هو ام 0، وده ام 1 2 3 4 5، ده ام 6 وده ام 7. يبقى اذا عندنا ام 0 و1 و6 و7 واعملهم اور، اللي احنا قلنا هي اسمها سم اوف مين تيرم. وبعد كده اجيب المقابل لكل واحده. ام 0 0 يعني ايه؟ 0 زي ما احنا شايفين 0 0 0 يعني الثلاثه فاريبلز كلهم 0، يعني يبقى اكس بار واي بار زد بار. الام 1 اهي 0 0 1 اكس بار واي بار زد، اللي هي ثاني واحده 0 0 1. ارجع بعد كده ثاني اللي بعده اكس واي زد اللي هي ام 6 6 اكس واي زد، الواحد 1 0. اخر واحد ام 7 كلهم مثبتين اكس واي زد اللي هي اخر واحده. وكده يبقى حصلت على الداله اف، سميها اف او سميها اف هنا، الداله اف اللي بتمثل هذه الايه الفانكشن. برضه ممكن يديك بدل ما يديك الجدول يديك فقط الايه المعادله في صوره ام، يعني مثلا ام 2 وام 9 و11 و14. طبعا تبص هنا تلاقي الارقام كبيره، فلازم تعرف عندك كم انبوت فاريبل، هنا ما ادكش الجدول لكن اداك الفانكشن في الجنب هنا كده يقول لك اف اوف بي اي وبي وسي ودي، معنى كده عندي اربعه فاريبلز. يبقى المين تيرمز تبدا من صفر لغايه كام؟ لغايه 15، عندي من صفر 1 2 3 لغايه 15. وبنفس الطريقه ام 2 ابدا بام 2 الاول، طبعا عندنا اربع متغيرات A وبي وسي ودي. ام 2 يعني ايه؟ اللي هو 0 0 1 0 دي الاثنين، يبقى اهو A بار B بار C D بار، C بس هي المثبته. طب ام 9 9 يعني ايه؟ يعني 1 0 0 1، يبقى A B بار C بار D. طب اللي بعديها 11 11 اللي هي كام؟ اللي هي هيبقى 1 0 1 1، هيبقى A B بار C D. اخر واحده 14 هي 1 1 1 0، تبقى A B C D بار. وكده يبقى انت قدرت تحصل على الشكل بتاع الاكسبريشن في صوره سم اوف مين تيرم. روح على اللي بعده اللي هي الثاني بقى كانونيكال فورم اللي هي برودكت اوف ماكس تيرم. ثاني طريقه خدنا الاولى اللي هي سم اوف مين تيرم، دلوقتي نتكلم على برودكت اوف ماكس تيرم. برضو هنروح للتروث تيبل في الاول، الطريقه جيفن التروث تيبل اللي هي معطاء التروث تيبل، فالبوليان فانكشن سيتم استنتاجها بس في صوره برودكت اوف ماكس تيرم. في الحاله دي الماكس تيرم اللي انا هطلعهم هعمل لهم برودكت او اعمل لهم اند، مش بقى ايه مش صم. طيب في الحاله دي هل هدور على الوحايد برضو؟ لا، في هذه الحاله اروح ادور في التروث تيبل، ادور في الفانكشن على الاصفار على الزيروز وليس على الايه على الوحيد، وبعد كده احسب الماكس تيرم المقابل ليها احصل على واعمل لهم برودكت فاحصل على الاكسبريشن. طبعا بعد كده لو محتاج اجيبها في صوره حتى من تيرم، لو عملت كومبلمنت ليها احصل على المين تيرم زي ما هتشوف بعد شويه. تعال نشوف الاول المثال. افرض عندك معطى ليك هذا الجدول يقول لك احسب لي او اكسبريس ذا فانكشن F1 as product of max term POM. يبقى هيشتغل على الماكس term. يبقى اعمل ايه؟ ادور على ايه بقى هنا؟ ده max term، يبقى ادور على الوحيد وليس الاصفار. وبعد كده اجيب الماكس term المقابل ليها، اول واحد ده اللي هو M0، وده M2 وM3 وM5 وM6 كلهم max term. يبقى الاكسبريشن F بيساوي مين؟ M0 دوت اللي قلنا ايه؟ برودكت اوف ام 2 دوت ام 3 دوت ام 4 دوت ام 6. طب الام 0 اللي هي مين؟ اللي هي اول واحده، اطلع لها اكسبريشن ازاي؟ الاكس واي زد كلهم اصفار، احنا قلنا في الماكس تيرم الزيرو معناها مثبت، يبقى عندنا هيبقى اول حاجه الام 0 هي مين؟ اكس اور واي اور زد. طب الام 2 الام 2 هي عباره عن 0 0 واحد، الام 2 عباره عن ايه؟ 0 0 1، عباره عن ايه؟ 0 0
واحد. وبالنسبة للام 2 يبقى 0 1 0. قلنا 0 معناها منفي، يبقى هيبقى اكس ادام 0 يبقى اسف 0 معناها مثبت هيبقى اكس، وبعدين واي بار زد انها 0 1 0، وال0 مثبت وال1 منفي وبينهم اور. الام 3 نفس الكلام هيبقى 0 1 1 3، فطبعا الثلاثة هيبقى الزيرو معناها مثبت، الواحد معناها منفي، يبقى واي بار زد بار وبينهم اور. الام خمسة هتبقى زيرو، تبقى واحد زيرو زيرو واحد، واحد زيرو واحد، فالواحد تبقى منفي اكس بار زيرو واي وبعدين زد بار واحد، يبقى اكس بار اور واي اور زد بار. اخر واحدة اللي هي ام ستة، ستة اللي هي واحد واحد صفر، تبقى طبعا اكس بار واي بار اور زد. فبالتالي اذا جبنا الشكل الاكسبريشن في صورة product of max term، اما في صورة variables زي ما انت شايف، او في صورة m 0 dot m 2 m 3 m 5 m 6. برضو ممكن نعبر عنها في صورة ثالثة عن طريق ان انا احط نفس الارقام m 0 m 2 و3 و5 و6 واحط قبليهم علامه الباي، العلامه ديت، العلامه دي معناها دوت، ان انا بدل ما احط دوت منهم كده او ضرب احط علامه الباي دي، الباي دي معناها ضرب، اسمها ضرب، وكان بقول له ضرب او البرودكت اوف ايه اوف اوف ايه دي طبعا معلش دي بي او ام، بي او ام اللي هي برودكت اوف ماكس تيرم، برودكت اوف ايه اوف ماكس تيرم، يبقى دي علامه الباي، علامة الباي دي معناها برودكت، والصم اللي هي كده معناها ايه؟ علامة اللي هي ايه؟ الصم اوف ماك اوف منتر. تمام؟ تعال ناخد برضو مثال رقمي. نفترض هنا ده جدول تروث تيبل معطى لينا، هذا التروث تيبل في فانكشن، والفانكشن دي اف واحد دي عاوزين ان احنا ايه؟ ان احنا نعملها ايه؟ نجيب الاكسبريشن في صورة برودكت اوف ماكس تيرم. اعملها ازاي؟ ادور على الوحيد ولا الاصفار، ادور على الاصفار اللي هي يبقى دوت ودوت ودوت، اجيب الرقم الماكس تيرم المقابل ليه 0 1 2، ده ام 3 4 لا يبقى ام 5 وام كام 6، يبقى اذا هي ام 3 ام 5 ام 6 وبينهم دوت. اجيب لو عايز اجيبهم في صوره رموز اجيب الام 3 قيمتها كام، الام 3 0 1 1 طبعا ال0 منفي وال1 مثبت، يبقى x بار اور y اور z، يبقى x لو 0 مثبت وال1 منفي يبقى x اور y بار اور z بار، هي 0 1 1 0 مثبت وال1 منفي. طيب اللي بعديها m 5، m 5 اللي هي 1 0 1، ال1 معناها منفي يبقى x بار 0 معناها y، ال1 معناها z بار لان ال1 منفي وال0 مثبت. اخر واحده ال m 6 اللي هي طبعا تبقى 1 1 0 هي اكس بار واي بار اور زد. وكده بقينا نحصل على الاكسبريشن اف 1 اللي الداله اف 1 مره في صوره الام 3 وام 5 و6 ومره في صوره رموز الاكس واي زد زي ما انت شايف، والاثنين مكافئين ايه لبعض. ممكن برضو اكتبهم كده او عامل علامه الباي كده، ودي مشهوره جدا ومستخدمه كتير، واحط الام 3 ام 5 وام 6 وممكن احط بينهم كوما كده في بينهم كده، فاقول ايه باي اوف ام 3 و5 و6، يعني البرودكت اوف ام 3 وام 5 وام 6 او الام 3 دوت ام 5 دوت ام 6، كل دول مكافئين ايه لبعض. تعال ناخد المثال تاني بعد كده. افرض قال لك مثلا هو اعطى ليك هذا الاكسبريشن وقال لك عبر عنه في صوره رموز، ابص عليه ده برودكت اوف ماكس تيرم، اجيب ام 3 اللي هي ايه، بس خلي بالك كم فاريبل عندي هنا، هتلاقي هنا اربعه فاريبلز، فالثلاثه يعني ايه، ثلاثه يعني واحد يعني صفر واحد واحد واحد، ولكن دي اسمها ايه ودي اسمها بي ودي اسمها سي ودي. الصفر هو المنفي المثبت يبقى ايه، واحد 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 يعني بي بار سي بار دي بار، في وردنا ايه بي بار سي بار دي بار. طيب اللي بعديها ام 8، الام 8 اللي هي كام، اللي هي 1 0 0 0، الواحد هنا معناه ايه؟ منفي، يبقى ايه بار وبعدين بي سي دي 0 0 0. بعد كده ام 11 اللي هي 1 0 1 1 اللي هي معناها ايه بار بي سي بار دي بار.
اخر واحده اللي هي 14 هي 1 1 1 0 يبقى A بار B بار C بار D. وكده بقى قدرنا نعمل ايه؟ قدرنا ان احنا نطلع الاكسبريشن في صوره برودكت اوف ماكس تيرم. يبقى السؤال يجي لك بالشكل اللي انت شايفه دوت، ان يبقى عندك جدول تستنتج منه الماكس تيرمز وتطلع الاكسبريشن في صوره رموز. في ملحوظه لابد ناخد بالنا منها، ان دايما ايه؟ ان سواء البرودكت اوف ماكس تيرم او السم اوف مين تيرم، لو بصينا عليه وبص كده هتلاقي يعني مثلا دوت سم اوف مين تيرم، هتلاقي الاكسبريشن دوت كل ترم فيهم بيحتوي على كل الفاريبلز. يعني مثلا يعني في الجدول عندي الانبوت فاريبل اكس وواي وزد، فتلاقي فعلا كل حد من الحدود، شوف كده هنا بص كده تلاقي بيحتوي على اكس وواي وزد، طبعا بصرف النظر هي مثبته او منفيه، اهم حاجه بيحتوي على الرمز نفسه. هتلاقي الحد اللي بعده برضو نفس الكلام بيحتوي على الاكس والواي والزد، اللي بعده الاكس والواي والزد نفس الكلام. هتلاقي كل الحدود اللي فيها مين تيرمز تحتوي كلها على ايه؟ في الايكويشن تحتوي على كل الرموز. كذلك بالنسبه للبرودكت اوف ماكس تيرم، هتلاقي كل حد بالحدود زي ما انت شايف بيحتوي على كل الرموز اكس واي زد، هنا برضو اكس واي زد بار، هنا اكس واي بار زد. دي خاصيه او يعني صفه بتكون موجوده في سواء البرودكت اوف ماكس تيرم او الايه او في السم اوف ايه اوف مين تيرم. لو حصل لقينا الايكويشن بالشكل دوت كده وما فيهاش الصفه ديت زي هنا كده، الفانكشن دي المفروض هي تبع الجدول دوت، تبع الايه جدول دوت. فالداله اللي قدامنا ديت اللي هي اف بتساوي ايه بي بار سي، الداله ديت ده الجدول بتاعها المقابل ليها خلاص. فهذه الداله زي ما انت شايف لو بصينا عليها لا تعتبر في صوره سم اوف مين تيرم. طب عرفت ازاي؟ ابص على الحدود، الحد الاولاني بيحتوي على مين؟ على ايه بس، والحد الثاني بيحتوي على البي والسي ولا يوجد الايه، وبالتالي هنا كل الحدود هنا لا تحتوي على كل الايه، او المفروض زي ما قلنا من شويه، قلت من شويه صفه من صفات السم اوف مين تيرم او البرودكت اوف ماكس تيرم ان كل حد من الحدود لابد ان يحتوي على كل الفاريبلز. فالصوره اللي قدامي دي نوت كانونيكال فورم، هي ليست كانونيكال فورم. ليه؟ لان هنا في حدود معينه زي ما انت شايف مالها لا تحتوي على كل الفاريبلز. فدلوقتي بيجي السؤال بقى، يجي لك سؤال فيها الجزئيه ازاي، يقول لك تعال هنا ادي اكسبريشن، هذا الاكسبريشن ليس كانونيكال فورم، فهو عاوز يحوله الى كانونيكال. فيقول لك اكسبريس ذا فولوينج اكسبريشن از سم اوف مين تيرم، يعني هو عاوز يحوله الى سم اوف مين تيرم. يعني ايه عاوز يحوله لسم اوف مين تيرم؟ يعني يسترجع الايه المتغيرات اللي مش موجوده في كل حد من الحدود دي، يعني كل يخلي كل حد من دول يعني الايه ديت يخليها شبه المين تيرم، والبي بار سي برضه دي يخليها شبه الايه المين تيرم. فنعمل الكلام ده ازاي؟ عندنا في طريقتين، ايا كان الطريقه اللي اسهل لك ممكن تستخدمها. الطريقه الاولى اللي هي باستخدام بيسموها الجبريك واي او طريقه جبريه، ودي بتعمل ايه؟ عن طريق تطبيق بعض القواعد اللي خدناها الفصل السابق او المحاضره السابقه عشان احصل عليه استرجع الايه المتغيرات الغير موجوده. فتعال نبص نعملها ازاي. الطريقه الاولى، فبص هنا الاقي الايه، الايه ده باقي له مين؟ باقي له البي والسي، او عامل ايه؟ قال له اقول له ايه وافتح قوس كده واحط هنا ايه بي اور بي بار. طب ليه بي اور بي بار؟ ان احنا عرفنا قبل كده في المحاضرات السابقه او المحاضره السابقه ان بي اور بي بار بكام؟ بواحد، والواحد اند ايه بالاي نفسها، وبالتالي وجود هذا القوس لا يؤثر على المعادله. فاول حاجه اعملها ان انا اعمل اند مع البي اور بي بار، وزع الاي مره مع البي ومره مع البي بار، فيصبح لي ادي A and B وبعدين A and B بار، والبي بار C زي ما هي ما عملتش فيها أي حاجة. فإيه اللي حصل دلوقتي؟ الإضافة اللي أنا عملتها ديت ما غيرتش في المعادلة، لكن في نفس الوقت رجعت لي إيه حرف البي، هو أصبح عندي فيه بدل ما كان عندي الـ A لحاله بقى أصبح الـ A مع البي والـ A مع البي بار.
طبعا عدد الاترام او الحدود زادت، لكن مش مشكله، اهم حاجه الهدف اللي انا عاوزه اوصل لمين في صوره المين تيرم. طب هل كده وصلت ليه سام اوف مين تيرم؟ ابص كده الاقي هنا لسه السي مش موجوده، هنا السي مش موجوده برضو، وهنا الاي مش موجوده. اعيد نفس الكلام بنفس الطريقه، اجي الاولاني ده اضيف له سي اور سي بار اللي هو مش موجود. طب ليه سي اور سي بار؟ لان قلنا سي اور سي بار بواحد، فبالتالي وجودها لا يؤثر على قيمه المعادله. ونفس الكلام هنا برضو اضيف سي اور سي بار، وبس هنا اضيف اي اور اي بار، اضيف الفاريبل اللي هو مش موجود. طبعا اوزع الاي بي مره مع السي ومره مع السي بار، يبقى اي بي سي واي بي سي بار. الاي بي بار مره مع السي ومره مع السي بار، تبقى برضو اي بي بار سي واي بي بار سي بار. اخر واحده الاي مره مع البي بار سي ومره مع الاي سي، يبقى اي بي بار سي واي بي بار سي. هنا طبعا عمل اختصار، خلينا نعمله معاكم عشان يبان ايه اللي حصل بالظبط. تعال نعمله بسرعه. يبقى عندك اي بي سي زائد اي بي سي بار زائد اي بي بار سي. اخر واحده بقى اللي هي ديت عمل ايه؟ وزعها مره مع البي بار ومره مع السي، فتديك ايه؟ تديك الاتي، تديك اي بي بار سي اور اي بار بي بار سي. طبعا هو عمل هنا لا ديت زي دي بالظبط، فبدل ما يحطهم مرتين حطهم مره واحده. احنا قلنا لو في حاله تشابه الحدود بنحطهم مره واحده، الاور بينهم نفس الشيء، مش كده؟ هنا ايه حطها مره واحده بس، ما حطهاش ايه مرتين. وبالتالي بعد كده بقى خلاص، يبقى انا قصدي الحد ده والحد ده حطه مره واحده. فبالتالي بعد كده هيبقى عندك اذا اي بي سي واي بي سي بار، اي بار سي، اي بي بار سي، اي بي بار سي. هل ده في صوره سم اوف مين تيرم؟ نعم ده في صوره سم اوف مين تيرم. ليه؟ لان عدى كل حد من الحدود اصبح دلوقتي بيحتوي على ايه؟ زي ما انت شايف بيحتوي على كل الفاريبلز. يبقى كده انا قدرت اعمل ايه؟ قدرت ان انا احول المعادله اللي هي مش في صوره سم اوف مين تيرم الى صوره سم اوف مين تيرم. بدات مني كده وصلت لايه؟ للشكل دوت. طبعا الاي بي سي معناها ام 7، الاي بي سي بار اللي هي ام 6، اي بي بار سي اللي هي ام 5، دي ام 4، ودي ام كام؟ ام 1. خلاص؟ يبقى كده وصلنا ايه؟ يعني ممكن اكتبها برضه كده، اقول بتساوي سم اوف ام 1 ام 4 ام 5 ام 6 وكذلك ام كام؟ 7. خلاص؟ يبقى كده حولنا المعادله من صوره نوت كانونيكال الى صوره كانونيكال في صوره سم اوف مين تيرم. دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه قد تكون اسهل ليك، يعني الطريقه الثانيه اللي هي باستخدام التروث تيبل. لما استخدم القواعد الجبريه استخدم التروث تيبل، يعني ابص كده على المعادله، المعادله فيها كام متغير؟ 3 متغيرات. انشئ جدول في اي بي سي، احط الثمان احتمالات زي ما قلنا، اول عمود بيبقى 4 اصفار 4 وحايد، بعدين صفرين واحدين صفرين واحدين، بعدين صفر واحد صفر واحد صفر واحد، ادي الايه الانبوت. وبعد كده اعوض بالمعادله دي، طلع الايه الداله هنا زي ما خدنا المحاضره اللي فاتت. تعالوا برضو نشوف ازاي نقدر نحسب قيمه الاف في الجدول، تفاصيل حساب الاف اخدناها قبل كده ولكن كنوع من المراجعه. ممكن نشوف فعلا ازاي نقدر نحسب الاف ديت، ازاي تم حساب الكولوم بتاع الاف. في الاول الجدول او التروث تيبل بيحتوي على ثلاثة انبوتس او ثلاثة انبوت فاريبلز A و B و C. طبعا نحط كل الاحتمالات الاول، العمود الاول يكون 4 اصفار بعدين 4 وحايد وبعدين صفرين واحدين صفرين بعدين واحدين وبعدين صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد، كل الاحتمالات. بعد كده احسب بقى المعادلة ديت. ابدأ الاول ب بار C بار اند سي، احسب البي بار الاول لوحدها. البي بار عباره عن نفي البي، يعني 1 1 0 0 بنفي البي بس فقط، 1 1 0 0
بعد كده احسب اللي بعديها اللي هي بي بار اند سي، اعمل اند ما بين العمود ده والعمود هذا، اند بينهم لازم يكون الاثنين بواحد عشان يبقى الاوتبوت واحد، 0 1 يبقى 0، 1 1 يبقى 1، 0 0 يبقى 0، 1 1 يبقى 1 0 يبقى 0، بعد كده 0 1 يبقى برضو 0، 1 1 يبقى 1، 0 0 هنا يبقى 0، 1 اند 0 يبقى 0. بعد كده اعمل اور ما بين البي بار اند سي مع مين؟ مع الاي العمود دوت والعمود الاولاني خالص. طبعا الاند لازم يكون الاثنين بواحد، 0 و0 تبقى 0، 1 اند 0 تبقى هنعمل اور، اسف هنعمل اور بينهم، الاور لازم اي واحده فيهم بواحد تبقى كله بواحد، فصفر اند صفر بصفر، واحد هنا يبقى خلاص واحد على طول، صفر اند صفر يبقى صفر، صفر اند صفر برضه يبقى صفر. بعد كده باقي الواحد تلاحظ ان هو كلهم وحيد، كل اللي متبقي بعد كده ايه؟ يبقى واحد، اللي هي نفسها ديت بالظبط، دي هي دي بس هنا طريقه حسابها كيف تم حسابها. طبعا اول واحده هنا عشان نعبر عن المعادله في صوره sum of min term لازم ندور على الوحيد، فاول واحد عندنا هنا اللي هو m يبقى 1، بعدين هنا 0 2 3، m هنا 4، m 5، m 6 و m 7، هم عندنا اهو ادي m 1 و m 4 5 6 7 الصم بتاعهم شكل الداله. لو عاوزين نعبر عنها في صوره equation ناخد بقى كل واحد منهم الواحد اللي هي a بار b بار c، يبقى a بار b بار c or اللي بعديها هتبقى 4 اللي هي A B R C بار، M 5 اللي هي A B A B بار C، بعد كده M 6 اللي هي A B C بار، وآخر واحدة A B C اللي هي مين؟ اللي هي 7. دول هم اللي إيه المعادلة بتاعت F لو أنا إيه عاوز أعبر عنها في صورة برضه من ترم ولكن في صورة رموز. طيب إزاي أقدر أحول أعمل كونفرجن ما بين الكانونيكال فورمز المختلفة؟ يعني لو عندي جيفن ليا السم اوف برودكت هل اقدر احولها الى برودكت اوف سم؟ فبيقول لك تعال هنا داله زي ديت الاول اف بتساوي اكس واي اور اكس بار زد، لو بصينا عليها هل دي كانونيكال فورم؟ هل دي سم اوف من تيرم؟ طبعا لا، لان كل ايه؟ كل هنا حد لا يحتوي على كل الايه؟ الفاريبلز. طب عشان احولها اعملها ازاي؟ قلنا حاجه من طريقه من اثنين، يا اما ان انا استخدم التروث تيبل زي اللي قدامي دلوقتي، او ان انا اعمل ايه؟ استخدم الالجبريك واي. لو التروث تيبل هعمل الاول اجيب الاف عن طريق اجيب الاول الاكس اند واي واجيب الاكس بار اند زد واعمل لهم اور، احصل على مين؟ احصل على اللي هي الفانكشن نفسها، وبالتالي اقدر احصل على سواء السم اوف من تيرم او الميكس البرودكت اوف ماكس تيرم. طب تعالى ايه برضو نعملها معاك بسرعه كده، يعني بص هنا كده اهو ادي اكس واي زد صفر اربع اصفار وبعدين اربع وحيد بعدين صفرين واحدين صفرين واحدين بعدين صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد خلاص. بعد كده سنوصل للاف، لو احسب اكس اند واي اول الترم ده الاكس والواي اعملهم اند، فاعمل اند بينهم 0 0 يديني 0، دي الاكس اند واي 0 و 0 برضه يديني 0، 0 1 اي حاجه فيها 0 يديني 0، 0 و 1 يديني 0، 1 و 0 يديني 0 برضه هنا في 0 و 1 و 1 ده الاكس اند ايه اند واي. بعد كده اجيب اكس بار اند زد، ممكن الاول اجيب اكس بار الحاله لوحدها الاول الاكس بار انفي الاكس يبقى عباره عن ايه اللي هي طبعا عكس الاكس اربع اصفار اربع وحيد يبقى اربع وحيد وبعد كده اربع ايه اصفار وبعد كده اعمل اند بين طبعا الايه الاكس بار والزد اعمل اند ما بينهم عشان احصل على الايه على النتيجه نفسها. طبعا لما نيجي نعمل بقى هنا اللي هو الاكس بار زد فبرضه هنا هيبقى صفر هنا هيبقى في واحد صفر مع زد بين ده ودوت
بعدين هنا في واحد، بعدين صفر، باقي كله صفر ان في صفر. بعد كده اعمل اور بينهم، فالاور طبعا بين بين دوت ودوت، العمود هذا والعمود هذا، فيديني الصفر واحد صفر واحد صفر صفر واحد واحد، اللي هو نفسي دوت. بس انا قلت ايه اعملها معاكم بحيث تبقى انت شايف جت ازاي. بعد ما جبنا القصه ديت خلاص كده يبقى ايه سهله بقى العمليه ان يحصل ايه. طبعا بعد كده بقى خلاص وصلنا للجدول، فاقدر اطلع بقى سواء الماكس تيرم او المين تيرم. خلاص هنا عندك، تعال نبص مثلا، امسح بقى الكلام ده وابدا نشوف نطلع ازاي الماكس تيرم والمين تيرم. فلو بصينا، لو هطلع السم اوف مين تيرم يبقى انا هروح ادور على الوحيد اللي هو ده ودوت ودوت ودوت. طب ده كام؟ ام 0 ام 1 2 ده ام 3 4 5 6 7، يبقى اذا 1 و3 و6 و7 اهو، عامل صم ليهم او اس صم معناها. ولو هطلع الماكس تيرم ادور على الاصفار اللي هم دول اللي هو ايه ام 0 واحد مفيش، ام 2 3 لا، ام 4 وام ايه 5، يبقى 0 و2 و4 و5. طب ايه العلاقه بين بقى بالاثنين، بين السم اوف مين تيرم او الماكس تيرم؟ تلاحظ الاثنين الارقام مالهم عكس بعض، يعني ممكن استنتج واحده من الثانيه او العكس. يعني ايه؟ زي ما انت شايف لو انا عندي السم اوف مين تيرم كانت 1 و3 و6 و7، لو قلت لك جيبها لي في صوره الفانكشن في صوره برودكت اوف ماكس تيرم باي، يعني اعمل ايه؟ اجيب الارقام اللي مش موجوده اللي هم مين في الحاله دي؟ 0 2 4 وكام و5، او العكس لو دي اللي جيفن ليا معطاليه اجيب الايه الارقام اللي مش موجوده في التاني. ده طريقه التحويل او الكونفرجن بتوين التو كانونيكال فورم. فانا لو اعطيتك واحده منهم استطيع احصل على الثانيه مباشره، ان انا اجيب ايه؟ اجيب لسته بالميسنج نمبرز واحط السيمبل بتاع اللي هو اس. دي طريقه، والطريقه الاشهر اللي هنستخدمها دايما اللي هي علامه الصم او علامه البي يعني برودكت، او برضو الطريقه الاشهر هنعمل علامه الايه الباي بالشكل ده. يبقى كده تحصل على ايه، على او حول ما بين ايه، ما بين الاثنين. طيب نفس الكلام برضو ازاي نقدر نحسب الكومبلمنت لفانكشن معينه مثلا في صيغه المين تيرم، احسب لها الكومبلمنت واعبر عنها في صوره الماكس تيرم، او العكس تكون هي في صوره الماكس تيرم ويبقى مطلوب مني ان انا احسب لها الكومبلمنت في صوره مين تيرم. فهنعمل الكلام ده ازاي برضو؟ برضو الطريقه سهله ما فيهاش اي مشاكل. تعال نبص عليها هنا المثال دوت، ازاي نحسب الايه الكومبلمنت لاي فانكشن. فالطريقه سهله، لو انا مثلا اعطيتك المعادله بالشكل ده، جيفن ليك الفانكشن في صوره باي 1 3 5 7، دي طريقه ثانيه للتعبير عن المين تيرم او الماكس تيرم. ممكن احط الارقام بس، لان الباي معناها الباي دي بتقول ان هي ماكس تيرم، وبالتالي مش محتاج احط ام كابيتال هنا معاهم. فدي طريقه اخرى برضو للتعبير عن الايه، عن المعادله. فتعال نفترض هنا دلوقتي ان المعادله معطليه اللي هي البرودكت اوف ماكس تيرم اللي هي دي، اللي هي عامله زي كانها باي ام 1 وام 3 وام 5 وكمان ام كام 7. لما نيجي نحسب لها الكومبلمنت دي الفانكشن اف، لما اجي احسب لها الكومبلمنت يعني عاملها نفي، فممكن يطلب منك انك تعبر عن النفي اما باستخدام الباي برضو برودكت اوف سم، او باستخدام السم اوف برودكت. لو طلب منك انك تعبر عنها في صوره الباي نفس العلامه، يعني هي كانت باي في الاصل وعاوز انفيها اخليها في صوره الباي، ادام العلامه هي نفسها في الحاله دي اعمل ايه؟ احط الارقام بس اللي هي مش موجوده عندي. يعني عندي هنا 1 و3 و5 و7، يبقى احط هنا الارقام 0 و2 و4 و6، يبقى ده هو ايه؟ نفي الداله
اللي هي اف بار، اللي هي اف بار في صوره ايه؟ برودكت اوف ماكس تيرم. نحط الارقام اللي مش موجوده اللي هي ام 0 ام 2 و4 وام كام؟ 6. فده الطريقه. الطريقه الثانيه لو انا عاوز احسبها بس في صوره صم، يعني احولها من باي لصم، فالاوريجينال الاصل في صوره باي او برودكت اوف صم، وانا عاوز احوله في صم اوف برودكت، ساعتها برضه هقول صم اهو، ادام العلامه اتغيرت نسيب نفس الارقام، نسيب ايه؟ نفس الارقام بدون تغيير، نفس الايه الارقام، تبقى صم 1 و3 و5 و7، او نقول صم ام سمول 1 ام سمول 3 ام سمول 5 ام سمول 7. دي طريقه ايه؟ التحويل، او زي اجيب الكومبلمنت ل لو هي ماكس تيرم خلاف المين تيرم، او المين تيرم خلاف ماكس تيرم، او خلاف نفس النوع، ممكن يبقى ماكس تيرم اجيب الايه في الصوره. وبالتالي يبقى الكونكلوجن هنا the complement of function expressed as product of max term is constructed by selecting the max term missing in the max term canonical form. فهو لو مديها لي في صوره ماكس تيرم وعاوز يحسب الكومبلمنت في صوره ماكس تيرم، اجيب الميسنج اللي هو مش موجود، الارقام اللي مش موجوده. ونفس الكلام لو مين تيرم عاوزها في صوره مين تيرم، برضه اجيب الايه؟ اجيب نفس العلامه سواء كانت باستخدام مين تيرم ومين تيرم، اجيب ايه؟ الميسنج نمبرز وخلاص. لكن لو احول من مثلا من ماكس تيرم لمين تيرم، في الحاله دي اجيب ايه؟ ادام غيرنا العلامه بنسيب نفس الايه؟ كيب ذا سيم نمبرز زي ما شفنا من شويه. فدي الطريقه الايه؟ لحساب الفانكشن كومبلمنت. اللي فاتوا دول اسمها الكانونيكال فورم. برضه في عندنا حاجه اسمها ستاندرد فورم. اللي هي الستاندرد فورم اللي هي بتكون المعادله مش لازم كل حد يحتوي على كل الفاريبلز، يعني مش لابد، ليس من اللابد ان يكون كل فاريبل كل ترم بيحتوي على كل الايه اول فاريبلز، ممكن يبقى بعض الفاريبلز غير موجوده. في الحاله دي بيطلق على هذا هذه المعادله ستاندرد فورم. وكمان لازم تكون في صوره صوره من اثنين، الصوره الاولانيه بيسموها سم اوف، بس بقى بدل بقى سم اوف من ترم اسمها سم اوف برودكت، والطريقه الثانيه بيسموها ايه؟ برودكت اوف سم. السم اوف برودكت يعني ايه؟ يعني مجموعه من الحدود في صوره برودكت، يعني بيستخدم الاند جيت، وبينهم ايه؟ وبينهم اور، وبينهم اور زي كده اهو. يعني فهنا عباره عن ايه؟ الحد الاول واي بار، الثاني اكس واي، اكس بار واي بار زد، كل واحد من دول عباره عن ايه؟ برودكت تيرم، برودكت تيرم بينهم سم. يسمى ده يسمى ايه؟ يسمى سم اوف برودكت، يسمى سم اوف برودكت. طب هل ده كانونيكال فورم؟ لا مش كانونيكال فورم. ليه؟ لان هنا في الفاريبل هنا واي اكس واي مش اكس وزد مش موجودين. هنا الفاريبل زد مش موجود، هنا موجودين اه. وبالتالي هذا النوع ليس كانونيكال فورم، لكن يطلق عليه ستاندرد فورم. طب انهي طريقه واني شكل او انهي نوع في الستاندرد فورم؟ اللي هي سم اوف برودكت. عندنا برضه حاجه اسمها برودكت اوف سم، يبقى عندي حدود زي ما انت شايف كده، بعض الاطرام ترم الاول والثاني والثالث، كل واحد منهم يعتبر اور ترم، وبينهم اند، وبينهم ضرب، مش اسمها ايه؟ برودكت اوف ايه؟ اوف سم. برضه تلاحظ هنا هل هذه الصوره هي كانونيكال فورم؟ لا ليست كانونيكال فورم، لان كل هنا ترم من هذه التيرمز بلا لا يحتوي على كل الفاريبلز. هنا مثلا على سبيل المثال الاكس مش موجوده، هنا الواي والزد مش موجودين، وبالتالي هذا النوع ليس كانونيكال فورم ولكنه ستاندرد فورم. خلاص يبقى كده ايه؟ دول اسمهم ستاندرد فورم. وخدنا من شويه لو تفتكر المثال ازاي نحول من شكل ليس كانونيكال اللي هو ستاندرد الى الكانونيكال فورم عن طريق اما التروث تيبل اما عن طريق البوليان الجبرا. تعال نشوف مثلا. يبقى اذا عندنا في تو فورمز او شكلين للستاندرد فورم، اما سم اوف برودكت او برودكت اوف ايه؟ السم. السم اوف برودكت يعني ايه؟ يعني مجموعه من التيرمز خلاص وبيحصل لها ايه؟ سم اور، يعني الترم نفسه بيكون اند وبيحصل له اور بعد كده. البرودكت اوف سم بيبقى الترم نفسه اور وبيحصل له بعد كده ايه؟ اند، فاسمه برودكت اوف سم. كاكزامبل ده مثلا، ده قلنا ايه تاني؟ ده سم اوف برودكت اهو، سم اهي السم اهي، وكل حد من هذه الحدود يعتبر برودكت، ده بي بس لوحده، هنا ايه مع بي مع سي برودكت اندد مع بعض، الاي والبي وسي اندد مع بعض. طب دوت ده برودكت اهو في النص بينهم سم، هو كل حد من الحدود عباره عن سم، وطبعا الفاريبل لوحده ممكن يعتبر كانه سم برضه لانه لوحده لسه ما فيهوش البي ولا الاي.
طبعا لو الابلكيشن لو كان لو كان المعادله ميكس او خليط، يعني زي كده فيها جزء برودكت بعدين صم وبعدين برودكت، يعني مش باينه ايه لا برودكت اوف صم ولا صم اوف برودكت، زي دي كمان، دي كمان برضو هنا، او في مره صم ومره برودكت هنا. فبالتالي في الحاله دي الرسمه دي او الايكويشن دي ليست لا صم اوف برودكت ولا برودكت اوف صم. في الحاله دي بنطلق على هذا الاسم نون ستاندرد، نون ستاندرد فورم. يبقى اذا النون ستاندرد لما تكون ايه، ليست لا ستاندرد لا صم اوف برودكت ولا برودكت اوف صم. طيب تعال نقارن بقى بين الكانونيكال فورم وبين الستاندرد فورم، الفرق بين الاثنين. طبعا الكانونيكال فورم زي ما قلنا شروطها زي مثلا صم اوف مين تيرم او مثلا برودكت اوف ماكس تيرم، بتكون ان كل حد او كل تيرم من الاطرام الموجوده في المعادله تحتوي على كل الفاريبل. فمثلا تعال نبص على مثال على الكانونيكال فورم زي كده. الاف اي بي سي عباره عن صم اوف 1 و4 و5 و6 و7. عرفت منين ان ده صم اوف من تيرم؟ لان احنا هنا صم اهو مجموع، يبقى الارقام دي تمثل ايه؟ من تيرم، يعني دي ام، يعني ده ام 1 وده ام 4 وام 5 وام 6 وام 7، بس للسهوله بنكتب الارقام فقط بدون ايه؟ الرموز، لكن واضح ان هي صم اوف من تيرم لان عندنا هنا علامه الايه؟ علامه الصم. وطبعا ممكن احولها في صوره ايكويشن ام 1 اللي هي اي بار بي بار سي، دي ثلاثه فاريبل زي ما انتم شايفين. اللي بعديها نمره 4 اللي هي اي بي بار سي بار، اللي بعديها 5 اي بي بار سي، 6 اي بي سي بار، 7 اي بي سي. فدي سم اوف ايه؟ اوف مين تيرم. هذه المعادله دايما الكانونيكال فورم بتكون في صوره غير مبسطه، بتكون في صوره ايه؟ غير مبسطه. تعالوا نفترض ان احنا هنبسطها، طبعا احنا خلاص مش هنتكلم على التبسيط دلوقتي، ولكن نفترض ان هي تم تبسيطها ووصلنا لهذه المعادله. بالمعادله دي بعد التبسيط، يعني خدنا الكانونيكال فورم وبسطناها بالصوره ديت، يعني الاثنين بيساوي بعض، بس ديت في صوره كانونيكال ودي في صوره غير كانونيكال. لو بصينا على الصوره دي هتلاقيها ستاندرد لانها سام اوف برودكت، هي سام وكل حد من دول برودكت، فده اسمه سام اوف برودكت، والاثنين بيساوي بعض، يعني الفانكشن دي هي نفسها الفانكشن ديت، بس دي في صوره كانونيكال فورم ودي في صوره ايه؟ ستاندرد فورم. انا نرسم بقى الاثنين دول، نرسم الكانونيكال فورم ونرسم الستاندرد فورم. الكانونيكال فورم هتلاحظ فيها كم حد؟ 1 2 3 4 5، فمحتاجه كم اند؟ 5 اند، 1 2 3 4 5، وكل اند هيدخل لها كم انبوت؟ كل الفاريبل، يعني كل اند كلها 3 انبوت، مره اي بار بي بار سي اهو، اي بار بي بار سي، ومره اي بي بار سي بار، واللي بعده هو اي بار بي اي بي بار سي، وبعد كده الاي بي سي بار، وفي الاخر اي بي سي. كلهم هيدخلوا يحصل لهم في الاخر كام؟ يحصل لهم في الاخر ايه؟ اور. بعد كده ادخلهم على ايه؟ على اور جيت، اطلع الفانكشن مين؟ اف. فدي شكل الداله او رسمه الداله اللي هي كانونيكال في الصوره الكانونيكال. ناخد نفس المعادله اللي هي بعد تحويلها وتبسيطها الى شكل ستاندرد، هي عباره عن ايه؟ فقط عندي اند هنا والاي وبينهم اور، ادي الاند واحده اهي السي والبي بار والاي، واعمل لهم اور نطلع مين؟ الاف. فايه اللي تلاحظوه؟ تلاحظ ان الاثنين هما نفس الفانكشن، يعني المعادله الاولى هي خاصه بالفانكشن اف والثانيه بالفانكشن اف، لكن الفرق ايه؟ الستاندرد فورم بتكون مبسطه، بيكون عدد الجيتس اقل، هنا عندنا اثنين جيتس بس، هنا عندنا كام؟ حوالي 1 2 3 4 5 6 جيتس. كذلك الانبوتس قلت، هنا في كل جيت فيها 3 انبوت، هنا الجيت فيها فقط 2 انبوت. وبالتالي اذا دايما بتكون الستاندرد فورم المعادله اللي في صوره الستاندرد فورم بتكون مبسطه في الغالب اكثر من الايه؟ من الكانونيكال فورم. طبعا سواء كانت بقى كانت ايه؟ كانت سم اوف برودكت او برودكت اوف سم. اشوف بعض الملاحظات على السم اوف مين تيرم والبرودكت اوف ايه؟ اوف صم. في شويه ملاحظات كده في المثال اللي فات اللي هو اللي احنا خدناه من شويه. فلما نيجي ناخد نعمل سمبليفيكيشن لمعادله فانكشن اف، الفانكشن اف اللي احنا عملناها الاولانيه دي قبل ما نبسطها، بيقول كان انا قلته يعني قبل التبسيط كان ايه اللي حاصل؟ الاول كانت هي صم اوف من تيرم، كانت بتحتوي على كام تيرم؟ بتحتوي على
حوالي كام لترال؟ تعال نبص حوالي كام لترال، تعال نعدهم كده نشوف الفرق بينهم. انا قلت من شويه نفس الحكايه، هنا هتلاقي كام لترال، هتلاقي دول 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 5 يبقى 3 6 9 12 15، عندنا 15 لترال. لكن هنا عندي كام لترال؟ 1 2 3 3 لترال، يبقى عندي هنا 15 لترال، لترال هنا عندي 3 لترال. طيب ايه كمان؟ عندنا كمان الـ 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 الصوره الاولانيه بنسميها كانونيكال فورم، الثانيه بنسميها ستاندرد فورم، وبالتالي يبقى الكانونيكال فورم بتختلف في الكومبلكسيتي او التعقيد عن الستاندرد فورم. دايما الستاندرد فورم بتكون افضل من ايه في التعقيد من الكانونيكال فورم. يبقى سم اوف برودكت او برودكت اوف سم اللي هو الستاندرد فورم بيبقوا افضل في من ناحيه التبسيط عن السم اوف من تيرم او البرودكت اوف ماكس تيرم. طبعا بيبقى الهدف دايما الرئيسي بتاعنا ان احنا نوصل للطريقه الابسط، وعشان نقلل عدد طبعا الايه عدد الجيتس وعدد الايه الانبوت. ولكن ليه بنلجا للكانونيكال فورم؟ لان زي ما قلت لك هي وسيله سهله استطيع من خلالها تحويل التروث تيبل في صوره ايه؟ في صوره معادله. فمهم ان انا احولها في صوره معادله الاول، وبعد كده ممكن اعملها تبسيط فاوصل لمين؟ للستاندرد فورم اللي هي مبسطه اللي بتحتوي على عدد اقل من ايه؟ عدد اقل من الجيتس ومن الليترالز ومن الايه؟ الوايرز. زي ما قلت لك من شويه لو المعادله كانت لا هي في صوره سم اوف برودكت او برودكت اوف سم، فدي بنسميها نون ستاندرد. زي كده ادي ده اند وهنا اند واور، فميكس عامله خليط بينهم، فبالتالي هذه الصوره ليست سم اوف برودكت ولا برودكت اوف ايه؟ اوف سم، فيعتبر اسمها ايه؟ نون ستاندرد، وطبعا هي نوت كانونيكال. طبعا لو خدت نفس المعادله دي وفكينا الاقواس دخلنا السي وزعناها على الدي وعلى الاي، هتحاول تبقى ايه؟ تبقى الاي بي سي مع الدي اهي، وبعدين السي مع الاي، تبقى في الصوره دي. يبقى احنا لو فكينا الاقواس هنحولها من نون ستاندرد لستاندرد. دي ستاندرد بقى ليه؟ لان دي سم اوف برودكت. نفس المعادله دي في صوره نون ستاندرد ودي في صوره ستاندرد. يبقى انا ممكن لو جيت لك في السؤال كده هنا مثلا وقلت لك حول لي المعادله دي اللي هي تحت ديت الى صوره نون ستاندرد، تعمل ايه؟ كل اللي تعمله تاخد السي مشترك من هنا بينهم ما بين الاثنين دول تطلعه بره، يبقى سي اند دي زي كده. يبقى كده حولتها من صوره ستاندرد لصوره ايه؟ نان ستاندرد. طبعا نيجي نرسم الرسمتين بتوع الستاندرد والنان ستاندرد، تلاقي طبعا في ايه؟ فرق بين الاثنين. دي الاولانيه اللي هي دي، ادي الاي والبي اند مع بعض، الدي والاي اور مع بعض، والسي هي موجوده. اخد السي عاملاها اند مع الدي واي، هنا ادي الاند، والنتيجه اخدها عاملاها اور مع الاي والبي اللي هم دول، اطلع الاف 3 الاف نفسها الاف الداله نفسها. الثانيه ديت اسهل انها ستاندرد، ادي جيت وجيت وجيت، ادي اند واند واند اهو ثلاثه، ادي اند اند اند، الاولانيه اي وبي اند بي، الثانيه سي اند دي، الثالثه سي اند دي، وبعد كده اعمل لهم اور البلس اللي بينهم احصل على الداله برضو اللي احنا عاوزينها. فده شكل الدايره، رسم الدايره في صوره ستاندرد وده في صوره ايه؟ نون ستاندرد. تعال نشوف بقى اخر حاجه هنا، عندنا مجموعه من الاكسرسايزز او التمارين اللي تطبيق على الجزء اللي فات دوت. فمثلا هنا بيقول لك ايه؟ convert each of the following to the other canonical form. هو مديها لك في صوره معينه وعاوز يحولها للصوره الاخرى. فهنا في الحاله دي مديها لي في صوره سم، وهنا مديها لي في صوره باي. ناخد الاولاني، السؤال الاول الاولاني. فده الشكل بتاع احولها ازاي؟ ادام هنحولها to the other، other يعني للثانيه، يعني هي كانت سم وانا عاوز احولها في صوره ايه؟ باي. ادام العلامه اتغيرت زي ما قلنا بنعمل ايه؟ عشان هنحول، اسف هنحول بس، فيحصل ايه؟ هنحولها لباي من انفيشن، هنا مفيش نفي يعني، هنا بس فقط تحويل. فبعمل ايه؟ اغير العلامه من الصم لباي واجيب الارقام اللي مش موجوده. كانت عندي 2 و5 و6، يبقى عندي اللي مش موجود مين؟ 0 1 3 4 7. ما تنساش طبعا ان ده
دام فيها صم فده معناها صم اوف من تيرم، يعني الارقام دي تمثل مين؟ المين تيرم اللي هي ام 2 وام 5 وكام وام 6. لما اجي احولها هنا للباي اعمل باي كده واكتب بقى الايه اللي مش موجود، طبعا هيبقى ام كابيتال المره دي، ام 0 وام 1 وام 3 وام 4 وام كام 7. طبعا للتبسيط بنكتب ايه الارقام فقط بدون ما نكتب ام للتبسيط، لان احنا عارفين باي يعني برودكت اوف ماكس تيرم، فكده احنا حولناها ايه من الصم للايه للبرودكت. تعال ناخد السؤال الثاني او الجزء الثاني، عاوز يحول من برودكت هنا يحولها للازر اللي هي مين؟ هي الصم. طبعا دي ادام باي زي ما قلنا يبقى كل رقم من دول بيدل على ايه؟ على الام كابيتال. هنا ام 0 ام 1 ام 2 4 7 لغايه 12. اجي بقى هنا اجيب الصم، اجيب الارقام اللي مش موجوده وتبقى ام سمول، ام كام بقى؟ طبعا عندي هنا اربعه فاريبلز، يبقى عندي كم من تيرم؟ 15. اجيب اللي مش موجودين لغايه 15 اللي هي في الحاله دي كانت بقى ام 0 موجود 1 2 ما عنديش 3 وام 5 وام 6 و8 و9 لا موجوده ام 10 11 وبعدين نكمل ام 13 ام 14 ام كام 15. نكمل ل 15 ليه؟ لان هم اربعه فاريبل وبالتالي يبقى هم دول الايه 3 4 2 6 8 الارقام اللي هي مش موجوده عندي في الاصل وخليها في صوره ايه صم. فدي طريقه التحويل عشان احول للحاله الاخرى اغير العلامه واحط الارقام اللي مش موجوده، ده لما اعمل تحويل مباشر. خلاص لو انا جيت بعد كده قلت لك عندي معادله زي دي وقلت لك برضو express the following function as sum of min term and as product of max term، يعني حولها لي بصوره sum of min term وproduct of max term. طبعا لو انا جبت واحده اجيب الثانيه لان احنا قلنا ايه الاثنين عكس بعض، فلو جبت المين تيرم اقدر اجيب الايه الماكس تيرم. طبعا الطريقه السهله ممكن استخدم التروث تيبل او استخدم الطريقه الجبريه. الطريقه الجبريه برضو نعملها مع بعض هنا، هنا بي بار وسي في المتغير اللي مش موجود مين اللي هو الاي، او عامل ايه ازود اي اور اي بار على البي بار والسي. طب الحد اللي بعده اي بار سي اللي مش موجود مع مين اللي هو البي، ازود بي بار بي بار واور بي بار مع الاي بار سي. اوزع بعد كده الاي تروح مره مع البي بار سي اهي، والاي بار مع البي بار سي اهي اثنين، وهنا الاي بار سي مع البي الاول يبقى اي بار بالترتيب طبعا اي بار بي سي، وبعدين الاي بار سي مع البي ديت يبقى اي بار بي بار سي. انا فاكرها الاقواس، تلاحظ ان كل حد اصبح بيحتوي على ايه؟ على الثلاث متغيرات. اجيب بقى ارتبهم اشوف هل في تكرار؟ هلاقي في تكرار اللي هي مين؟ عندك هنا اللي هو اي بار بي بار سي موجوده مرتين، فخلاص اخلي فيهم بس واحده اللي موجوده واشيل الثانيه. يبقى عندي النتيجه النهائيه اي بار، وارتبهم بقى بالترتيب اجيب دي الاولانيه اي بار بي بار سي، وبعد كده اي بار بي سي، وبعد كده اجيب ديت اي بي بار سي. رتبناهم حسب الرقم بتاعهم، يعني هنا ايه 0 0 1 اللي هي ام 1، ودي 0 1 1 اللي هي ام 3، هنا 1 0 1 اللي هي ام كام 5، وده هو ايه الصم اوف من تيرم. وانس جبت الصم اوف من تيرم اقدر اجيب الايه البرودكت اوف ماكس تيرم. ازاي؟ اجيب علامه الباي واحط الارقام اللي مش موجوده. عندي هنا 1 و3 و5 يبقى اللي مش موجود مين؟ 0 2 4 6 7 اللي هي الحاجات اللي ايه اللي هي مش موجوده. برضو ممكن اعملها بالتروث تيبل، يعني نفس السؤال ده ممكن احله برضو بالتروث تيبل، بس في الحاله دي هعمل ايه؟ لازم ان انا او جاي الجدول واحسب دول هنا زي ما انت شايف بالترتيب، اجيب اي بار وبي بار وبعدين بي بار سي وبعد اي بار سي واعمل لهم اور اطلع الاف في الاخر، وبعد ما اجيب الاف اروح على الوحيد اللي هي ام كام دي؟ ام 1 ام 3 ام 5، يبقى ده ايه صوره الصم اوف مين تيرم. واجيب الاصفار اللي هم الارقام اللي مش موجود الباقيه اللي هو يبقى 0 2 4 6 7. فدي الطريقه الثانيه برضو للحصول على صم اوف مين تيرم او برودكت اوف ماكس تيرم من معادله معينه. برضه هنا سؤال تاني يقول لك express the following function as product of max term and sum of min term. طبعا دايما ادام العمليه جايه لك في الاول الايكويشن حسب الصوره اللي جايه لك، لو جايه لك هنا product of
صم، يبقى افضل على طول احولها لايه؟ لبرودكت في ماكس تيرم. طبعا طريقه التحويل برضه طريقه جبريه وفي طريقه بالجدول. الطريقه الجبريه برضه شبه بالظبط اللي احنا عملناه من شويه، بس في الحاله دي هعمل ايه بقى؟ بص على كل قوس من هذه الاقواس واشوف ايه اللي مش موجود. هنا مش موجود مين؟ عندي الاكس والواي، ما عنديش الزد، واعمل ايه؟ بص هنا او الاكس بار واي زائد ازود زد اند زد بار، لان ده بواحد فوجوده لا يؤثر. اجي اللي بعده اكس اور زد، برضو اكس اور زد اللي مش موجود واي احط واي اند واي بار، انه بواحد ما يؤثرش. بعد كده ابدا اوزع بقى الزد، مره اوديها مع يعني اخد ده كده كله، مره اخليه مع الزد ومره اخليه مع الزد بار. يبقى اكس بار واي اور زد ادي كوس، اكس بار واي اور زد بار ادي كوس تاني. نفس الكلام اخد الجزئيه دي مره اخليها مع الواي، اوزعها مره مع الواي ومره مع الواي بار، يبقى اكس اور واي اور زد ومره اكس اور واي بار اور زد. وكده يبقى حولت الاقواس الى كانونيكال فورم. طبعا اشوف ايه لو في تكرار اشيله، مفيش خلاص ما عنديش هنا تكرار، رتبناهم بالترتيب. طبعا بدانا باول حاجه باكس واي زد. طبعا اكس واي زد احنا قلنا في الماكس تيرم المثبت يعني منفي، يبقى دي معناها زيرو زيرو زيرو، يبقى دي ام زيرو. بعديها اكس واي بار زد اللي هي يبقى زيرو واحد زيرو، اللي هي ام كام؟ 2. هنا اكس بار اللي هي واحد زيرو زيرو اللي هي ام 4. هنا تبقى واحد زيرو واحد اللي هي ام كام؟ 5. يبقى باي في ام زيرو، ام 2، 4، 5. عاوز اجيب السم اوف بين تيرم، اعمل ايه؟ اجيب الارقام اللي مش موجوده اللي هي 1 3 6 7. يبقى كده ممكن برضو ايه اقدر احول، او برضو نفس الكلام ممكن استخدم التروث تيبل. ممكن استخدم التروث تيبل ازاي؟ اقوم جاي هنا واخد المعادله دي واعوض بيها في التروث تيبل. الاول احسب اكس بار اور واي والاكس اور زد زي ما اتعلمنا من شويه وشفنا الامثله كتير، وبعد كده نبدا نعوض نطلع الاف، نعمل الاور بين الاثنين دول، الاور بينهم من العمودين دول اطلع مين؟ قيمة الاف. بعد ما جبت الاف اروح للوحيد، يبقى هي دي الايه؟ المين تيرم اللي هي ام 0 1 و3 و6 و7، 1 و3 و6 و7، واروح الايه؟ والطعن والاصفار هي الايه؟ البرودكت اوف ماكس تيرم اللي هي 0 2 4 5 اللي هي ايه؟ هيبقى هنا اللي هي 0 2 و4 و5. فدي برضو ايه؟ الطريقه الثانيه ان انا ازاي اقدر احصل على البرودكت اوف ماكس تيرم او السم اوف ايه اوف ماكس تيرم. طيب هنا برضو given function defined in truth table expressed if using sum of min term and product of max term and expressed if bar using sum of min term and product of max term. يعني عاوز يجيب الفانكشن في صورة sum of min term و product of max term، وبعد كده يحسب الاف بار باستخدام sum of min term والبرودكت اوف ماكس تيرم. طبعا عشان اجيب الاثنين سام اوف مين تيرم او برودكت اوف ماكس تيرم، لو الاول ابدا بالمين تيرم ادور على الوحيد، ادور على مين؟ الوحيد اللي هو ده وده وده، هو ام 0 1 و2 و3 و4. يبقى اذا 1 و3 و4 وصم صم سام اوف مين تيرم اللي هي مين؟ 1 اللي هي اكس بار واي بار زد، الثلاثه اللي هي اكس بار واي زد، الاربعه اللي هي اكس واي بار زد بار. هذه اول واحده، ده كاي مين تيرم. طب لو ماكس تيرم او برودكت ماكس تيرم اجيب الارقام اللي مش موجوده، اللي هي في الحاله دي تبقى 0 و2 و5 و6 و7 اللي هي الايه؟ الاصفار دول ارقمهم، وبعد كده احطهم هنا في صوره باي 0 و2 و5 و6 و7. ممكن بقى اعوضهم في صوره اكسبريشن الزيرو. طبعا هنا الزيرو الواحد المثبت هو الصفر، وبالتالي ايه؟ زيرو اللي هي عباره عن 0 0 0 تبقى كام؟ تبقى زيرو دي معناها من مثبت خلاص، يبقى اكس اور واي اور زد. ادي الاول الاثنين اللي هي 0 1 0 يبقى اكس واي بار زد، الخمسه اللي هي 1 0 1 اكس بار واي بار واي واي زد بار، السته اللي هي 1 1 0 اللي هي يعني اكس بار واي بار زد، السبعه اللي هي 1 1 1 اللي هي اكس بار واي بار زد، لان الماكس تيرم بتكون ايه؟ الواحد هو المنفي والزيرو المثبت. طب بعد كده اعمل ايه؟ اجيب بقى الكومبلمنت بتاعتهم. الكومبلمنت ازاي اجيبها بقى؟ عشان اجيب الكومبلمنت زي ما قلنا واتعلمنا من شويه، قلنا ايه؟ بنعمل ايه؟ حسب انا عايز اجيبها في صوره ايه؟ لو في نفس الصوره، يعني مثلا لو خدنا ديت مثلا، هو السؤال نفسه هنا دوت
نفس السؤال بس ايه متكرر كده، فانا عايز اجيب الكومبلمنت بتاع ده اللي هو سم اوف واحد وثلاثه واربعه. اكتبه هنا قدامنا سم اوف واحد وثلاثه وايه واربعه، عشان اجيب له الكومبلمنت الاف بار بتاعه في صوره سم اوف مين تيرم، واعمل ايه؟ اجيب الارقام اللي مش موجوده واسيب السم زي ما هي، يعني السم زي ما هي واجيب الارقام اللي ايه؟ اللي مش موجوده اللي هي 0 2 5 6 7 اللي هم مش موجودين. بعبر عنها ادي الصفر وادي الست 2 و5 و6 و7. لو انا عايز اجيبها في صوره برودكت اوف ماكس تيرم اعمل ايه؟ بدل الصم تبقى هنا باي. ساعتها بقى ده غيرنا العلامه من صم لباي، اسيب نفس الارقام 1 و3 و4، او بمعنى اخر تبقى اللي هي باي ام كابيتال 1 ام كابيتال 3 وام كابيتال 4. دي في صوره ايه؟ برودكت اوف ايه؟ اوف ماكس تيرم. كده يبقى قدرنا نعمل ايه؟ العمليه. او ان انا اعمل حاجه ثانيه من الجدول نفسه التروس تيبل، انت شايف؟ احسب الاف بار على طول واخد الوحيد تبقى دي المين تيرم، الاصفار تبقى هي الماكس تيرم. فدي كذا طريقه ممكن ايه تطبقهم على الايه؟ على المساله. برضه هنا اكسرسايز بيقول لك اكسبريس ذا فولوينج بوليان فانكشن از انان ستاندرد فورم. هي ستاندرد فورم وعاوز يخليها نون ستاندرد. ايه نعمل في الحاله دي؟ كل اللي نعمله ندور ايه المشترك هنا؟ في حاجه مشتركه هنا؟ تلاقي مثلا في مشترك بين ده بين الاكس زد والواي زد، زد مشترك. فناخده مشترك الزد يبقى اكس، ونسيب الاكس زي ما هي. يبقى كده اكس واي زائد اكس زائد واي وزد مشترك، دي مش ستاندرد فورم. خلاص بس كفايه كده. او اخد مشترك بين مين ومين؟ بين ده وده، الاكس هي المشترك. واسيب الواي زد زي ما هي، دي برضه نان ستاندرد فورم. يعني اي واحده من دول ممكن تبقى حل، مش كده؟ بقول لك سؤال، قال لك حول لي السؤال المساله دي لنون ستاندرد، خد مش عامل مشترك لاي اثنين مش في مشترك مش عامل مشترك، وكده يبقى اتحولت الى ايه؟ الى نون ستاندرد فورم. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الشابتر 4 اللي هو كان بيتكلم على الكانونيكال فورمز والستاندرد فورم، اللي هي وسائل لتحويل التروث تيبل في صوره ايكويشن عشان نقدر بعد كده نستخدم هذه الايكويشن ان نعمل لها عمليه تبسيط او سمبليفيكيشن للوصول الى تصميم جيد لاي دائره منطقيه. اشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.